بسم الله الرحمن الرحيم. الأربعاء 24 يناير 2018. يا صباح الخير على حضراتكم. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح دريم. النهاردة الحلقة تكون مختلفة زي ما نوهت بالأمس. احنا النهاردة مش هيكون معنا فقرة إخبارية بمعنى الكلمة اللي احنا متعودين كل يوم الجولة الإخبارية اللي بناخد حضراتكم فيها كده بتستغرق ما يقرب من الساعة تقريبا. هنشير بس كده طبعا لمعلومتين ثلاثة متابعة يعني لما حدث بالأمس، لأنه هنبدأ فقرتنا الرئيسية إن شاء الله 9:15 بعد دقائق قليلة اللي هيكون معنا فيها زميلنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. أستاذ هاني الحقيقة كلمناه الأسبوع اللي فات وقلنا له بص بقى يا أستاذ هاني، تقول لنا مشغول، تقول لنا أصلا أنا مسافر، تقول لنا هو متأخرش علينا الحقيقة في العادي يعني، بس أحيانا بيبقى الظروف أو المواعيد ما بتبقاش ظابطة مع بعضها. قلنا له احنا عندنا كم من الأسئلة جايانا من المشاهدين غير طبيعي، سواء الاتصالات اللي بتجينا أو الرسائل أو حتى مكالمات اللي بره الهواء أو الرسائل طبعا والتعليقات اللي على صفحتنا على فيسبوك. فإحنا عارفين عندكم أسئلة كتيرة جدا، في حاجات أعتقد في إعلانات في 2008 بس دي حاجة قديمة جدا، لكن في حاجة 2014 كان في إعلانات 2014 إسكان اجتماعي والناس في ناس لغاية دلوقتي ما استلمتش، في ناس اللجان نزلوا عملوا الكشف عنها لكن لسه ما تردش عليهم لغاية دلوقتي. كل الحاجات دي إن شاء الله بإذن الله هنسأل فيها أستاذ هاني. الإسكان الاجتماعي، الإسكان المتوسط، دار مصر، هنتكلم طبعا على ملف تطوير العشوائيات ونعرف الخطة الجديدة إيه. يعني إحنا كنا الأول السنة اللي فاتت كان الكلام كله التركيز على الأسمرات، الانتقال إلى الأسمرات. طب دلوقتي في كلام على ماسبيرو، الناس دي بتروح فين؟ مثلث ماسبيرو لما يتم الانتهاء ان شاء الله منه وتطويره، عايزين نتكلم ايه المناطق الثانيه؟ ما هي عشوائيات مصر مش بس موجوده في 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 منشيه ناصر ومثلث ماسبيرو، ده يعني مليانه يعني. فعايزين نتكلم على كل ده، عايزين نتكلم على ملف الميه والصرف الصحي برضو. اي اسئله عند حضراتكم ليها علاقه، لو في قرى حضراتكم فيها او مناطق بيحصل فيها انقطاع كبير في المياه لو لفترات طويله او الصرف الصحي مازال فيه مشكله، رجاء اتصلوا بينا، لانه الحقيقه يا أستاذ هاني اللي بيخلينا حريصين جدا ان هو يكون معانا انه حقيقي بالأمانة، يعني مش بس ضيف بيجي يطلع ياخد اتصالات المشاهدين على الهواء وخلاص. المكتب عنده لما بيرجع الوزارة بيقعد يشتغل على كل الأسئلة وكل الشكاوى اللي جت، يعني بقدر المستطاع على قد ما بيقدر وعلى قد ما احنا بنقدر. ان شاء الله بإذن الله هنبدأ 9:15 9:30 الفقرة ان شاء الله يكون معانا، نفتح كل الاتصالات لحضراتكم، نستقبل كل أسئلتكم على الهواء. زي ما قلنا النهارده مفيش فقره اخباريه، لكن طبعا ما ينفعش الا نشير يعني مجموعه كده من الاخبار. الاخبار عندنا في مصر ما شاء الله دايما يعني سريعه. امبارح طبعا الهيئه الوطنيه للانتخابات برئاسه المستشار لاشين ابراهيم اصدرت بيان واكدت فيه انها قررت استبعاد الفريق سامي عنان من قاعده بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسيه المقبله نظرا لكونه، ده طبعا كان البيان الاشهر اللي امبارح شفناه وتابعناه على جميع القنوات وكان بيعرض بك كثافة الحقيقة لتوصيل المعلومة إلى المواطن، نظرا لأنه ما زال كان يعني أو لا يزال محتفظا بصفته العسكرية، وهذه الصفة العسكرية تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة طبعا في الترشح والانتخاب وذلك طبقا للقانون. طبعا انا مش هعيد التفاصيل التقرير على حضراتكم، عارفة انه كلنا سمعنا وامبارح كل الزملاء في برامج التوك شو اشتغلت على الموضوع. الفكرة بس في حاجة، انه احنا عارفين انه في تربص دلوقتي بانه اي حد، وانا بتكلم هنا بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامانه ولا اقول الا ما يرضي ضميري، احنا عارفين ان في تربص في فكره انه اي حد هيطلع يقول انا ساترشح للانتخابات الرئاسيه المقبله فيحصل معاه مشكله ما سواء في ورقه سواء في الشروط اللي تنطبق او لا تنطبق عليه، سواء حاله زي اللي احنا فيها دلوقتي انه القياده العامه للقوات المسلحه بتصدر بيان بتؤكد انه بيتم مش بس يتم استبعاده من استبعاد الفريق سامي عنان من الانتخابات مترشح للانتخابات، لا ده كمان يعني قيد التحقيق والمساءله القانونيه. ايا ما كان اللي هيحصل على طول هيتقال لك ما هو طبعا لانه اتجرأ وفكر انه يترشح قصاد الرئيس السيسي. هي وش كده، خدوها جملة كده هتتقال وهتفضل تتقال. الفكرة في حاجة، انه دعونا لا نتعامل مع هذه الأحداث الهامة، وده شيء هام طبعا، ده مصير مصر، واربع سنين ان شاء الله جايين فيهم قرارات سياسية مهمة وخطيرة، يا بنكمل اللي احنا بنيناه يا اما ممكن لا سمح الله نرجع تاني لمربع واحد في المشاكل والحاجات اللي عندنا. فدعونا بس رجاء في هذه الأمور الحساسة الدقيقة ألا نتعامل مع الأمر كتلة واحدة كده على بعضه، يعني خلينا كل واحد نبقى عارفين إيه المشكلة فين، لو ده لو حصل مشكلة. يعني لما المحامي خالد علي، وده كمان امبارح حملته أعلنت وهو مرشح محتمل
الانتخابات الرئاسيه امبارح اخر حاجه برضو ان على طول سالنا قلنا طب خالد علي ايه الوضع، الحمله الانتخابيه الحقيقه عنده اعلنت انه ان شاء الله هيكون في يعني النهارده اعتقد هيكون في مؤتمر صحفي او بيان يحسم فيه موقف المحامي خالد علي بشكل نهائي من الترشح او لا. فدي نقطه مهمه جدا. بس اللي انا عايزه اقوله انه نمسك كل حاجه على حده ونشوف الموضوع ازاي، بلاش تؤخذ المواضيع كتله واحده ونحكم على الامور من هذا المنظور. دي نقطة. النقطة الثانية أنا أمنياتي وأنا قلتها كتير جدا قبل كده وأعتقد أنه أغلب الناس عندها نفس الأمنية أن احنا نشوف معركة انتخابية جميلة شرسة، منافسة شرسة جميلة محترمة. أتمنى أن احنا نشوف ده، أتمنى أن احنا نشوف مناظرات، أتمنى أن احنا نسمع برامج انتخابية مختلفة، أتمنى أن احنا نشوف واحد يقول للتاني لا بس أنت اشتغلت في الأربع سنين اللي فاتوا على كذا لكن أنا بفكر أعمل كذا، فيرد مثلا يقول له لا طب ما هو احنا اشتغلنا على كذا عشان واحد اتنين تلاتة بس احنا هنكمل في كذا. أتمنى أن احنا نشوف المشهد ده، وبالتالي وجود يعني الـ أكتر من مرشح ووجود هذه المعركة الانتخابية خلينا نسميها أو هي يعني هكذا تسمى، أنا بشوف أن دي حاجة في صالحنا جدا ودي حاجة بتشعرنا حقيقي بديمقراطية وبمجال صحي للتنافسية في الانتخابات الرئاسية. هنستنى ونشوف، أعتقد أنه الأيام اللي جاية يبقى فيها يعني معلومات كتيرة أخبار كتيرة، هنشوف لسه إيه الجديد. الحاجة بس اللي أنا عايزة أقولها في هذا الملف ودي يعني أنا رسالة بوجهها الحقيقة لكل الجهات المعنية بإصدار بيانات رسمية ممثلة عن الدولة تستطيع أن تخاطب الغرب سواء في الميديا، أنا معرفش لو قناة نايل تي في عندنا تقدر تتبنى الموضوع ده تقدر تشتغل فيه، لكن بشكل أساسي بوجه هذه الرسالة إلى هيئة الاستعلامات. وعندي إحساس داخلي ما عنديش معلومة بس عندي إحساس إنه اللي أنا هقوله دلوقتي أكيد هم وصل لهم من امبارح، ان شاء الله يا رب يكونوا بيشتغلوا عليه وان شاء الله يصدروا بيانات. اللي انا عايزه اقوله انه الصحافه الغربيه في موضوع استبعاد الفريق سامي عنان نازله سلخ فينا بشكل غير طبيعي غير طبيعي، والمشكله بقى انه الهيدلاينز اللي بتتكتب ملهاش اي علاقه باللي بيحصل، ولازم يحشر لك اسم السيسي في الموضوع في الهيدلاين الرئيسي، فتقوم انت لو انت يعني زي حالتنا كده واحد مشغول ومستعجل ما بتلحقش تقرا مضمون الخبر نفسه من اول الهيدلاين سواء ده كان حاجه ديجيتال او جريده ورقيه، من اول الهيدلاين كده تبص تلاقي عنوان يقول لك فيه انه اصل مرشح السيسي اتحبس، اصل مرشح السيسي عفوا اصل المرشح امام السيسي اتحبس، اصل المرشح امام السيسي اعتقل، اصل المرشح امام السيسي زي ايام الفريق شفيق اختفى زي لما نزل من الامارات وقعد 24 ساعه ربما قافل موبايلاته او مش عايز يوصل لحد او حد يوصل له، فقال لك ايه اختفاء الفريق شفيق، اختفاء بره بقى قالوا لك ايه اختفاء المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسيه امام الرئيس السيسي، لازم يحشر لك اسم السيسي في الموضوع. انا بقول ده لانه انا حدي نموذج واحد بس عشان الوقت، بس يعني خدوا على النموذج ده حضراتكم اغلب الصحافه الاجنبيه بره. جارديان ذا جارديان امبارح الهيدلاين الرئيسي بتاعها Egypt arrests ex-general who stood for election against Sisi. بصوا العنوان. مصر تلقي القبض على جنرال سابق، الجنرال السابق الذي وقف أمام السيسي في الانتخابات أو الذي كان يقف أمام السيسي في الانتخابات. والسب هيدلاين سامي عنان accused of incitement against military after declaring intention to run in March poll. سامي عنان متهم بالتحريض على الجيش بعد إعلان نيته للترشح في مارس في انتخابات مارس. ماشي الساب هيدلاين ده حقيقة، يعني البيان القيادة العامة للقوات المسلحة بالأمس قايلة ده إن هو ما كانش ينفع وإنه هو يترشح وهو ما زال على ذمة القوات المسلحة، ماشي ده فاهمينه، لكن بص الهيدلاين الرئيسي مصر تعتقل او تتهم او تلقي القبض ارستس تلقي القبض على الجنرال السابق الذي وقف امام الرئيس السيسي في اللي هو يعني ايه انت اتجرأت وفكرت انك تقف قدام السيسي في الانتخابات اتقبض عليك اتنفيت اعتقلت. قيسوا على كده كل حاجه، ده نموذج واحد بس الجارديان، ادخلوا حضراتكم على اي صحيفه اجنبيه بره اي موقع تتخيلوا كلها هتلاقيها بيانات سيميلر قوي او قريبه جدا للهيدلاين ده. اتمنى انه هيئه الاستعلامات اللي الحقيقه بقى لها فتره شغاله بنشاط جدا ومركزه كويس قوي في اللي بيتكتب بره عننا، اتمنى يكون في تحليل دقيق نرصد بقى كل ده ونطلع هو بريس ريليز واحد هو خبر صحفي واحد يطلع من عندنا هنا يتقال فيه
الوضع 1 2 3 ده مش ده مسموش اعتقال او 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 القاء القبض او اتهام شخص لانه وقف امام السيسي في الانتخابات، وانما ده لانه ونشرح حتى احنا ممكن يبقى في تنسيق كمان مع قوات مسلحه مع الشؤون المعنويه ناخد النص اللي بيقول كده. يعني انا معلوماتي المتواضعه انه قانون الاحكام العسكريه بيقول انه الضابط ضابط حتى وفاته، الضابط يبقى ضابطا حتى وفاته، بمعنى انه حتى لما يطلع من الخدمه او يستقيل او يطلع مرضي او كده هو ما زال ضابط على ذمه القوات المسلحه وقابل للاستدعاء في اي وقت لو ما طلبته القوات المسلحه. وبالتالي عشان كده بيفضل على طول حتى بعد ما يطلع لا ليه حق ان هو يروح يرشح ولا يترشح الا بالتنسيق الا باخذ الموافقات. ده قانون الاحكام العسكريه على فكره، ده مش قانون السيسي، ده قانون الاحكام العسكريه. أرجوكم بس نركز في الحاجات دي، وأتمنى إن شاء الله إن احنا قريبا جدا نجد هذا الرد من هيئتنا ومؤسساتنا اللي تتكلم إن شاء الله على ترد زي ما بقول لحضراتكم كده one official press release أو خبر صحفي واحد إن شاء الله ينطلق بقى ونطلعه، حتى لو paid على فكرة، حتى لو مدفوع، لو هتدفع في الخبر ده لا ندفع فيه ويطلع بره، ينزل في كل مكان، ينزل في ينزل على شاشات تلفزيون، ينزل اي مكان، لكن توضيح المعلومه للراي العام الغربي ده شيء مهم جدا، لانه احنا ما عندناش حاجه الحقيقه نخاف منها. اذا كانت دي قوانيننا ودي ده قانون عسكري عندنا نحن نحترم هذه القوانين، والحقيقه اللي مش عاجبه يروح هو يخالف القوانين اللي عنده في بلده، لكن مع يعني كل بلد ادرى بقوانينها ودستورها. يعني الرئيس امبارح، الرئيس السيسي امبارح، انا هبدا اقول من دلوقتي بقى، بس هو ما زال الرئيس يعني، بس يعني نبدا نقول بقى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أجرى بالفعل امبارح الكشف الطبي استعدادا للتقدم بأوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية لخوض انتخابات الرئاسية 2018. الهيئة الوطنية للانتخابات امبارح بس أعلنت لأنه لسه لم يتقدم أي مرشح بأوراقه لغاية امبارح، وده اليوم الثالث اللي هو كان امبارح منذ فتح باب الترشح. نتمنى يعني ان احنا نشوف زي ما بقول وزي ما بكرر، ده مهم وده مهم لينا كلنا الحقيقه، ان احنا نشوف ان شاء الله منافسه انتخابيه يعني محتدمه وجميله ومناظرات، ونسمع برامج انتخابيه كتيره. ده هيخلينا نحس ان احنا اكثر سعاده واكثر ثقه واكثر قربا الحقيقه للديمقراطيه المنشوده. هنطلع نسمع أغنية سريعة جدا ونصبح بيها على حضراتكم، وهنرجع مباشرة نبدأ حوارنا مع الأستاذ هاني يونس ونفتح كل الاتصالات مع حضراتكم. وأنا عندي أسئلة كتيرة جدا جت على الصفحة امبارح، هحاول كده يعني أخد بعض منها مع اتصالات حضراتكم إن شاء الله، نخصص يعني ما تبقى 9:15 موعدنا مظبوطة بالدقة، 9:15 إن شاء الله كمان 3 دقايق نبدأ الفقرة دي، وخليكم معانا لآخر الحلقة لأنه الحلقة زي ما بدأناها بشكل مختلف أعتقد أنه هننهيها كمان النهاردة إن شاء الله بشكل مختلف. خليكم معانا بعد هذه الأغنية. يا أهلا بحضراتكم ومن جديد. دايما سؤال المواطن عن الإسكان أو ما يتعلق خلينا نقول بالملفات اللي وزارة الإسكان معنية بيها بيجي أول حاجة في المقام الأول، بيجي عن فكرة السكن نفسه، السكن الآمن، السكن الملائم المناسب. وبالتالي لما الدولة في السنوات الأخيرة بدأت تنطلق في مشروعات إسكان اجتماعي وإسكان متوسط كثيرة، على طول بقى الشغل الشاغل المواطن أقدم إزاي وأقدم إمتى وإيه الشروط. لكن الحقيقة إنه كمان مع التقديم أغلبية، وده يمكن بحكم شغلنا في صباح دريم فترة طويلة ومعالجتنا وفتحنا لهذا الملف كثيرا، السؤال اللي بقى أكتر عند النسبة الأكبر من المواطنين هو فكرة طب ما هو أنا قدمت وسحبت الكراسة وفي لجنة نزلت ولسه قاعد مستني. فكلمة مستني دي بتقلق الناس، وفي ناس الحقيقة بتقلق على طول، وفي ناس لا بيبقى معاها حق لأنه بتعدي مدة طويلة جدا بتلاقيش حد يكلمها. كل الأسئلة دي هنتكلم فيها ونستفسر ونعرف إيه الجديد في المشروعات إن شاء الله، تطوير العشوائيات كمان إيه الجديد فيه لأنه الدولة شغالة فيه بشكل محترم جدا. عايزين نتكلم على المية، عن الصرف الصحي، إيه القرى الجديدة اللي إن شاء الله هتدخل لها صرف صحي، كل هذه الأمور نتكلم فيها مع ضيفنا العزيز اللي منورنا النهاردة في صباح دريم، الأستاذ هاني يونس الكاتب الصحفي والمتحدث الرسمي لوزارة الإسكان. أهلا بيك يا أستاذ هاني، منورنا يا فندم، ربنا يخليك. تحياتنا على المجهود الدائم اللي بتعملوه. ربنا يخليك. اسمح لي بس أعلق تعليق صغير على المقدمة دي. بداية اتفضل. إحنا عندنا 600,000 فرصة سكنية بيتنفذوا دلوقتي، فلو 6% 1% من الناس عندهم اسئله او شكاوى معناها 6,000 واحد.
صحيح. 6000 واحد يغطوا كل البرامج الفضائيه كلها ماشي، صباحي ومسائي بالظبط كده، فدي نسبه صغيره 1% 6000 مواطن لو عملوا مداخلات في كل البرامج هيغطوها كلها. وده مش معناه ان احنا مقصرين في موضوع التواصل، لا، احنا اولا بنعمل اي تحرك في الاسكال الاجتماعي، بنعمل له مؤتمر صحفي، بنعمل له خبر، وبنعمل له لقاء تلفزيوني، واعتقد ان كل المسؤولين الاسكال الاجتماعي على وجه الخصوص منتشرين في كل البرامج بيشرحوا للناس وبيردوا على اسئلتهم. زائد ان احنا عندنا موقع الكتروني خاص بالاسكال الاجتماعي، عندنا خط ساخن خاص بالاسكال الاجتماعي 1188، عندنا 1188 بالظبط، عندنا اكثر من مركز خدمه عملاء للاسكال الاجتماعي منتشرين على مستوى الجمهوريه، واحد في 15 مايو والثاني في مدينه الشروق دول للقاهره الكبرى، وواحد في مدينه السادات للدلتا، وواحد في اسيوط الجديده للصعيد. فبالتالي احنا عندنا منبيين كل الطلبات، ولكن بفاجئ ان في مواطن يقول لي انا ما شفتش انا ما سمعتش، ما هو برضو دول نسبتهم صغيره. فاجئ ان في امبارح حد زميل صحفي بيسالني بيقول لي اصل انا عندي مشكله في كذا كذا، ما احنا مطلعين بيان صحفي على المتوتر، انت صحفي وما قريتش، امال المواطنين قاعدين بتعمل ايه؟ فده طبعا يعني قلنا نعمل ايه اكتر من كده حضرتك. طيب خليني بس اراجع مع حضرتك انه 1188 ده الخط الساخن للاسكان الاجتماعي يعني. اللي عنده حاجه فيه متعلقه اي سؤال بيردوا عليه، اي استفسار عن هيستلم امتى، موقفه ايه، اترفض ليه، بيطلبوا منه ايه مثلا، رقم حاجه، لا هو ده ملف، رقم البطاقه، رقم البطاقه، رقم البطاقه بس. عندنا هو اللي فيه كل حاجه ويكشف عليها كل حاجه. رقم البطاقه هو دليل الخط السحري اللي بيخش على الكمبيوتر ويعرف موقفه، حجز فين، حجز امتى، اترفض، راح للاستعلام، رجع من الاستعلام، اتخصصت له الشقه، كل حاجه عندنا برقم البطاقه. طيب ده شيء هايل جدا. احنا بما ان حضرتك اتكلمت على يعني او ادينا مثل دلوقتي بمشروعات كتيره واهمها يمكن او اولها الاسكان الاجتماعي، خلينا نبدا بالكلام عنها. الاسكان الاجتماعي احنا حققنا منه قد ايه؟ بنينا كام وحده بالفعل؟ وان شاء الله باذن الله المستهدف في الفتره القادمه ايه؟ احنا انا هقول الارقام اللي سياده الرئيس قالها في مؤتمر حكايه وطن، ودي كانت ارقام، ودي ارقام موثقه. وعلى فكره احنا بنقول ارقام كوزاره اسكان ما ينفعش نبالغ فيها او نكون بنضحك على الناس فيها. ليه؟ لان ارقامنا في الشارع، لو قلت اتكلمت على اسكان الناس هتشوف الوحدات في كل حته، لو اتكلمنا عن ميه، مية شرب وصرف صحي، مش هقول محطة مية في قرية كذا اتفتحت فيها ما اتفتحتش، لو اتكلمنا عن تطوير العشوائيات مش هقول الأسمرات الناس بتتنيل فيها والأسمرات الناس ما تنقلش فيها، فالحمد لله كلامنا كله موثق لأنه واقعي. عندنا 245 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء منهم حتى الآن في مشروع الإسكان الاجتماعي، 245 ألف وحدة سكنية بتكلفة 32 مليار جنيه، دول انتهم في الثلاث سنوات ونصف اللي فاتوا. زائد معلش عدد الوحدات السكنيه الاسكانيه كم؟ 245 الف وحده سكنيه تم الانتهاء منهم تتبع الاسكان الاجتماعي، الاسكان الاجتماعي فقط لا غير، بتكلفه 32 مليار جنيه في الثلاث سنوات ونصف منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه. عندنا بقى بيتنفذ قد ايه؟ 355 الف وحده. ده اللي جاي جاري تنفيذه، جاري تنفيذه 355 يعني اكتر 355 على 245 يعني 600 الف وحده سكنيه. 355 تكلفتهم حوالي 71 مليار جنيه، ان شاء الله يخلصهم على الربع الاول من عام 2019 ان شاء الله باذن الله، 2019 ان شاء الله، الربع الاول من 2019 ان شاء الله باذن الله. ال 355 وال 245 يعني 600 الف وحده سكنيه بتكلفه 103 مليار جنيه. امال ايه كلمه المليون دي؟ كان الرئيس في اللي هو بيتكلم، احنا قلنا مليون وحده سكنيه بنستهدفهم، في كلمه مليون اتقالت بالظبط، ولكن احنا خلاص تعدينا المليون وخلاص، لان احنا دلوقتي بقى موضوع المليون ده يعني ماضي. ليه؟ احنا هنعدي المليون ان شاء الله بمراحل. احنا من يوم تولى الرئيس حتى الان الدوله او وزاره الاسكان، بس مش الدوله، اتاحت وحدات او قطع اراضي للمواطنين يبنوا عليها وحدات 1,858,000 الف وحده، منهم 600 الف اسكان اجتماعي، منهم 96 ألف دار مصر الإسكان المتوسط، منهم 80 ألف وحدة سكن مصر، منهم قطع أراضي توفرت بقى للمواطنين بنوا عليها أو بيبنوا عليها وحدات سكنية. أنا عندي كل قطعة أرض بوفرها بنظام القرى العلانية بيتبني عليها أربع وحدات. ليه بيتقال لي يا أستاذ هاني دايما إن الأراضي، طرح الأراضي هو الأصعب في الحصول عليها، الأراضي هي الأصعب في الحصول عليها، ليه بيتقال كده؟ شروطها أصعب؟ لا الأراضي ما فيش شروط فيها أصعب ولا حاجة، ولكن الأراضي بالقرعة وعدد الناس اللي بتقدم على القرعة بيكون كتير، وإحنا في الفترة اللي فاتت دي طرحنا أراضي أضعاف 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 ما كان يطرح سابقا، زي الإسكان بالظبط. يعني في الثلاث سنين ونص دول طرحنا ما يزيد على 150 ألف قطعة أرض، بينما زمان في الخمس سنين كانوا أو في الست سنين كانوا بيطرحوا 30-40 ألف قطعة أرض، فده أضعفنا
ولكن المواطنين برضو عندهم رغبه في الحصول على قطع اراضي في مدن محدده. يعني الناس كلها عايزه تسكن في القاهره الجديده، الناس كلها عايزه تسكن في الشيخ زايد، صحيح، الناس كلها عايزه تسكن في اكتوبر، الناس كلها عايزه تطلع من الزحمه والخنقه. ده كويس جدا، ده احنا كنا ده هدف كنا الدوله كلها بتسعى لتحقيقه، ان احنا نطلع من المدن القديمه، لان المدن القديمه ما عادش فيها فرصه لا للاستثمار ولا للسكن اللي بيحقق جوده الحياه. انما دلوقتي حضرتك كل الكومباوندز فين؟ في المدن الجديده. كل العيشه الحلوه فين؟ في المدن. ده مش تحيز للمدن الجديده بقدر ما هو وصف للواقع. يعني كان عندي كفايه النسبه، نسب التلوث فيها اقل بالزبط كمان كده. المساحات الخضراء، جوده الحياه، مساحات للمشي حتى. عندنا في الشيخ زايد هنا الرئيس الجهاز كان عامل تراك للدراجات، الناس تركب العجل وتمشي فيه. صورناه ده السنه اللي فاتت. بالظبط كده. عندنا طبعا المساحات الخضراء، عندنا حتى في الاسكان الاجتماعي والاسكان القومي القديم حتى اللي هو يعتبر بيخص شريحه محدود الدخل، هتلاقي في مساحه للجناين، مساحه للخدمات المحترمه الموجوده، هتلاقي الكثافات في الفصول في المدارس كثافات معقوله غير المدن القديمه. فالمدن الجديده كلها الناس عندها رغبه انها تتنقل. طيب. فيها، وده كويس. طبعا طبعا ده كويس. يعني انا دلوقتي بتكلم انه المليون وحده سكنيه ده المستهدف ان شاء الله باللي احنا اتعمل ده اسكان اجتماعي. اسكان اجتماعي فقط لا غير. اسكان اجتماعي فقط لا غير. هنعدي مليون ان شاء الله. هنعدي مليون ان شاء الله. احنا في الثلاث سنين ونص دول هيبقوا اربعه ان شاء الله 600,000 ورقه سكنيه ان شاء الله، ومكملين بقى المليون وما بعد المليون ان شاء الله باذن الله. فاحنا التارجت دلوقتي ان احنا نوصل للمليون. هدي لك مقارنه صغيره كده بين حجم الانجاز ده قد ايه. احنا الدوله المصريه او وزاره الاسكان من 2000 من سوري من 1976 ل 2005 في يعني 30 سنه بنوا في اسكان قومي او شعبي او اقتصادي ايا كان مسماه 1,250,000 وحده سكنيه. اوكي. ده تقريبا بمعدل 42,000 وحده في السنه. 42,000 وحده في السنه. من 2005 ل 2013 بقى لهم وحدات بمعدل 48,000 وحده في السنه. ماشي. يعني اربعينات حاجه، و40,000 في السنه ده المعدل بتاعنا. بالظبط كده. احنا بقى في اربع سنين بنبني 600,000، يعني معدل 150,000 وحده في السنه. ده بقى في وقت ايه بقى كمان؟ الناس يا ريت الارقام دي الناس تحفظها وتشوف اللي انا هقوله. ده في وقت الدوله بتحارب ارهاب، مش استقرار زي زمان، بتحارب ارهاب طبعًا. وبتوفر لشريحه محدود الدخل. بالظبط كده. وعند اقتصاد تعبان بالظبط، وبتوفر لشريحه محدود الدخل 103 مليار جنيه في اربع سنوات او في ثلاث سنوات ونص عشان تعمل لهم حاجه واحده، اسكان اجتماعي. ما اتكلمناش عن عيش، ما اتكلمناش عن كهرباء، ما اتكلمناش عن غاز، ما اتكلمناش عن تموين. انا بقول وباقي البنيه التحتيه، الصرف الصحي والميه. انا بتكلم لقطاع واحد اسكان اجتماعي، نوفر له الدوله 103 مليار جنيه في 3 4 سنين، وبتعمل اضعاف 3 4 اضعاف ما كان ينفذ في سنوات سابقه. ده الحمد لله انجاز مش بس كلامنا احنا، البنك الدولي نفسه اشاد بمشروع الاسكان الاجتماعي المصري، ودعا الدول المشابهه لنا انها تحذو حذو مصر في هذا المشروع. وقال ان ما ينفذ في مصر طفره لم تحدث في المنطقه. مش بس البنك الدولي، في دول غنيه جدا في المنطقه عندها ازمه سكن وكانت تنوي تنفيذ مشروع اسكان اجتماعي مشابه لينا وما نفذوش مشروع اسكان اجتماعي مشابه لينا. بيصعب عليك يا استاذ هاني لما تسمع، او لما دكتور مصطفى مدبولي تبقى قاعد معاه كده وتقول له، او هو اكيد برضو بيسمع، يعني ان الناس تقول لك ايه، ما بدل ما كنا نبني، بدل المشروعات الجديده وبدل العاصمه الاداريه كنا نبني وحدات اسكان، وكانه احنا ما عملناش حاجه في ملف الاسكان بعد كل ده. خليني اقول لحضرتك ان في احد الكتاب الكبار وانا شخصيا بحترمه اللي كان معارض للعاصمه الاداريه الجديده، ماشي، وفي احد مؤتمرات الشباب اللي كان في شرم الشيخ اتعملت مناظره ما بينه وما بين وزير الاسكان. هو قال وجهه نظره، احنا قلنا بدل المقالات بقى بتتكتب في الجرايد، طب ادي نتكلم بقى على الهواء. بالظبط كده. ادي الجمل وادي الجمال زي المثل ما بيقول. قعد الوزير وقعد الكاتب الكبير وبحضور نخبه من كتاب الكبار. والوزير قال فكرته وهو قال اراءه ليه هو معارض للعاصمه الاداريه الجديده، والوزير رد على كل نقطه في كلامه. وهو بيتكلم قال بدل ما كنتوا عملتم العاصمه الاداريه الجديده كنتوا تعملوا اسكان لمحدود الدخل. فالوزير ضحك وقال له غمض عينيك حضرتك وقول لي اي محافظه على مستوى الجمهوريه هتلاقي فيها آلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي. آلاف. فالكاتب الكبير هو ما عندوش المعلومة. المشكلة يا أستاذ هاني أنا ساعات بهاجم من قبل حتى ما أتعب نفسي وأدور على المعلومة. بالظبط كده. الوزير قال له في برضه فرصة للناس للعاصمة الإدارية، قال له لو إحنا عندنا في المدن الجديدة دلوقتي 7 مليون مواطن بيسكنوهم وأكتر، لو ما عملناش المدن الجديدة كان الناس دول راحوا فين؟ كان في شباب حاضر قال له كنا بقينا فوق بعضنا. فالوزير قال له لا، قال لهم لا، كنا كلنا بعضنا. لو ما لقيناش فرصه للسكن وللحياه وللعمل كنا كلنا بعضنا. الحاجه الثالثه الوزير قال له على فكره الرئيس السادات اما فكر في المدن الجديده في السبعينات
نفس المواجهه ونفس المعارضه حصلت له من بعض الكتاب او بعض المعارضين لهذا التوجه. الحمد لله، والوزير قال كده، الحمد لله ان الرئيس السادات ما استمعش لكلامهم ومضى في تنفيذ المدن الجديده. قال في نفس الوقت ده الوزير كان ساكن، بيقول انا كنت ساكن ساعتها في المهندسين، كان الصرف الصحي في شارع البطل احمد بن العزيز مغطي متر من الشارع، فكان الناس بيقولوا بدل ما تعمل مدن جديده اعمل لنا الصرف الصحي. نفس الكلام اللي اتقال دلوقتي. فالرئيس السادات صمم انه يعمل المدن الجديده، والحمد لله المدن الجديده دلوقتي بقت هي فاتحه خير للمصريين كلهم. مش بس في مصر، دوله من دول الوزير كازاخستان، الوزير زارها لان كانت لها تجربه في العاصمه الاداريه الجديده، وسياده الرئيس زارها وقال له روح زور عاصمتهم وشوف تجربتهم. راح زارها الوزير، فالمسؤولين هناك بيقولوا له ايه؟ بيقولوا ان الرئيس الدوله الوحيد اللي كان موافق على فكره العاصمه الاداريه الجديده، والدوله بما فيهم البرلمان كانوا رافضين، الراجل راح لهم البرلمان مخصوص وكان يوم عيد ميلاده على فكره، فوافقوا له على القرار ده عشان ما يحرجوهوش يوم عيد ميلاده. دلوقتي العاصمه الاداريه في البلد دي هي العاصمه الجديده في البلد دي هي مصدر الاستثمار الوحيد في البلد دي دلوقتي. احنا دلوقتي العاصمه الاداريه الجديده كل اللي عايز استثمار من المستثمرين رايح يشتري هناك في العاصمه الاداريه الجديده. عارف بالمناسبه وهنتكلم على ده، انا ابتسمت كده وحضرتك بتتكلم دلوقتي، ليا صديق صحفي في دوله عربيه، هو يعني هو مش مصري، بيقول لي انت عارفه انه من فتره بنتكلم مع بعض على المشروعات والحاجات اللي بتتعمل، فبيقول لي انت عارفه ان انتوا في مصر عندكم بتنتقدوا جدا، في ناس بتنتقد جدا المشروعات اللي بتتعمل، بتقول والله كنتوا عملتوا وسويتوا كده، بيقول لي مع ان عندكم الاسكان اول ما بتفتحوا الباب للمصريين في الخارج للوحدات، بيقول لي انا ما بلاقي، قال لي كده بالظبط، انا ما بلاقي مصري واحد الا يبغي يقدم في الاسكان. لا يعني المشروعات دي مسمعه، وحتى المصريين في الخارج اللي قاعدين بره وممكن يبقوا عندهم يعني هنا مكان اقامه وبره مكان اقامه، بس برضو باصين للاستثمار في المستقبل وعايزين ياخدوا الوحدات دي. بالظبط، هنتكلم فيها بالتفصيل ونعرف الجديد فيها ايه، بس اسمح لي نبدا ناخد اتصالات بقى. تعالى احنا بدانا بدري النهارده عشان ناخد اكبر قدر من الاتصالات يا فندم عشان نستفيد والساده الجمهور يستفيد. مين يا شباب نبدا بمين؟ محمد صباح الخير يا فندم. استاذ محمد صباح الخير. اهلا صباح. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. بقول لحضرتك انا عايز اسال استاذ هاني. معاك يا فندم على الهوا. على واحد من حاجتي سكن مصر. سكن مصر. ايوه. دلوقتي سكن مصر ده مش سكن اجتماعي. ماله؟ مظبوط، مش سكن اجتماعي. مش سكن اجتماعي. اجتماعي حضرتك ده عامل حدود نص مليون جنيه. دلوقتي ده سور وشجر ازاي؟ وفي وديعة يبقى لا معلش يا فندم حاول تكلمنا تاني لان الخط عندك مش حلو. انا تقريبا عارف السؤال لانه انا كنت في حلقه امبارح في التلفزيون واتسال نفس السؤال. احنا عملنا مشروع. طب بيسال على ايه عشان نفهم؟ مشروع سكن مصر. سكن مصر. هو بيقول لك ده مش سكن اجتماعي. مش سكن اجتماعي، ما هو فعلا مش سكن اجتماعي. احنا عملنا مشروع سكن اجتماعي اللي هو 90 متر مربع ثلاث غرف وصاله، وعملنا مشروع دار مصر للاسكان المتوسط، مداخلات بتبدا من 100 لغايه 150 متر مربع، وفي سور دار مصر معموله في كومباوند مغلق بسور، وفي كل الخدمات بالداخل، وفي امن وحراسه وخلافه. ماشي. جه شريحه قالت لنا ايه؟ انا لا معايا فلوس اخد في دار مصر لانه فلوسه اعلى شويه، ولا معايا، ولا عايز اسكن في الاسكان الاجتماعي، عايز حاجه علشان حاجه في الوسط كده. بالظبط يعني. فعملنا سكن مصر. سكن مصر وحداته اكبر من الاسكان الاجتماعي شويه. كم متر؟ 115 متر مربع. مش 90 متر. مش 90 متر. في نفس الوقت التشطيب بتاعه افضل نوعا ما من الاسكان الاجتماعي. أيوة. وقلنا هنعمل سور شجري حوالين المشروع. ماشي. كل اللي حاجزين عندهم مطالب، يقولوا لا اعملوا لنا كومباوند، لا اعملوا لنا بامن وحراسه، لا اعملوا لنا بسور مبني مش سور شجري زينا زي دار مصر. يا جماعه احنا الفيصل بينا، ما هو الناس كلها عايزه تسكن في كل حاجه، الفيصل بينا كراسه الشروط. طب وايه المشكله يا فندم نعمل لهم السور؟ يعني ما هيبقى غالي يا فندم، هيبقى دار مصر، هيبقى دار مصر. لو حطينا سور لسكن مصر هيبقى دار مصر، هيبقى دار مصر، هيبقى دار مصر. فبالتالي وهيبقى تشطيب يعني اعلى. يعني دار مصر اعلى من ما هم ليه طلبوا؟ ما راحوش سكنوا دار مصر ليه؟ عشان قالوا التكلفه اعلى. حد سالني برضه سؤال، المتر بكام في دار مصر؟ لا المتر كان اعلى، كان اعلى حاجه في دار مصر في من اربع سنين او ثلاث سنين. كان ب 4000 جنيه المتر، هيطلع دلوقتي بقى اللي جاي اغلى بكتير. طبعا بكتير. ان انت هيسالني بس قبل خلص مصر بعد اذنك، هيسالني سؤال برضو من حاجه سكن مصر، يقول لي ده احنا لانه اتسالت فيه امبارح برضو، المتر بتاعنا اعلى من دار مصر. المتر بتاعك اعلى من دار مصر من شهرين، انت حجزت من شهرين. دار مصر اخر حاجز فيه كان من ثلاث سنين، كان الاسعار لسه ما غليتش. انما هتشوفوا دار مصر بقى اللي جايه يا فندم، الاسعار هتبقى قد ايه؟
اغلى بكثير. اغلى بكثير طبعا طبعا طبعا. كومباوند سكني مغلق فيه كل الخدمات معمول على اعلى مستوى تقريبا متشتيل. كده كام يعني؟ لا لا لسه ما اتحددتش بس هيبقى غالي جدا، مش هيقل عن مش هيقل عن الضيف اللي كان مطروح بيه قبل كده. ده اكتر كمان. اه ويمكن اكتر كمان. انا كنت حضرتك قلت يعني. طيب بص انا هستاذن حضرتك في حاجه، ناخد كده كذا اتصال ونرد مره واحده عشان انا معايا سيل والله تليفوناتنا. طيب ورقه اكتب فيها بقى. حاضر ورقه اتفضل يا فندم. يا شباب بس بعد اذنكم قلم. معاك قلم؟ معايا قلم. معاك قلم خلاص. آه مين؟ طب ده السكريبت دي الورقه دي مظبوط دي. اتفضل يا فندم والله اتفضل. الو مين معايا؟ سلوى. هالة اتفضلي يا هالة. ايوه صباح الخير. صباح الفل يا هالة اتفضلي. لو سمحتي انا اخويا عامل الاسكان الاجتماعي الكراسه الحمراء. ايوه. مرتين يقدم استعلام ويجيله ويحط الورق غلط، وبعدين بعد كده من اسبوع عمل الورق في البريد. فلغايه دلوقتي ما جالوش اي حاجه. من اسبوعين في البريد بعت بالبريد. اه اوكي. يا ريت يا ريت بس تسيبي بيانات اخوكي عن طريق البريد. استاذه هاله بعد اذنك تسيبي بيانات اخوكي، رقم بطاقته ورقم تليفونه بعد اذنك. الله يخليك. قولي لي بس هاله ايه؟ قولي لي هاله ايه؟ هاله فاروق. هاله فاروق. ايوه. طيب انا ما معيش صوره البطاقه دلوقتي، يعني رقم البطاقه دلوقتي. حضرتك خدي تليفوني من الكنترول روم يا فندم وبعتي لي. أيوة. رقم بطاقه اخوكي. اه يا فندم. أيوة. مش مشكله. وتليفون وانا هخلي حد من مشروع الاسكان الاجتماعي يرد عليه ان شاء الله. طب يا ريت لو سمحت علشان هو يعني من زمان جدا. حاضر. وعمل المحاوله كذا مره ويدخلوا له الورق غلط ويطلع ما اعرفش بعته في البريد دلوقتي. حاضر يا هاله. خليكي معايا ثواني، خليكي معايا. هتاخدي رقم استاذ هاني من زمايلي. هو استاذ هاني يا شباب بيطلب منكم لو سمحتوا تدوا لها رقم. تمام. رقم استاذ هاني مش رقمي. ها رقم استاذ هاني. ماشي. مين سلوى اتفضلي يا سلوى. لو سمحت انا مقدمه على مدينه السادات في 2014 وما كنتش حاطه مفردات مرتب الزوج. جالي استعلام في 2015 وخد كل بياناتي بس ما وضحش ان في مفردات ناقصه. اه ما قالكيش ان في مفردات ناقصه. ما قالش حاجه خالص. جيت في 2016 بعيد الاتصال بخدمه العملاء قالوا لي في نقص بيانات فقدمت المفردات المرتب الزوج. بس مقدمها ل 2016 ب 1500. ففي 2017 بقى جالي استعلام على زوجي وعليا وخدوا مفردات في 2016 بس انا مقدمه في 2014. طيب هسألك في النقطه دي يا سلوى. حاضر. اخد ضياء. اتفضلي يا استاذ ضياء. الو. اتفضل يا فندم. حضرتك ضياء عباس فيشه الصغرى منوفيه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك في البداية احنا بنهني الشعب المصري للذكرى 66 في عيد الشرطة، وبنبعت من محافظة المنوفية برقية تأييد للزعيم والرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة تانية. حضرتك شكوتي بتمثل 35 ألف مواطن من قرية فيشة الصغرى مركز الباجور منوفية. قرية فيشة مركز الباجور. قرية فيشة الصغرى مركز الباجور منوفية. ايه المشكلة يا استاذ ضياء؟ حضرتك القرية بتعوم على بركة من المياه الجوفية والصرف الصحي واختلاط مياه الصرف بمياه الشرب، وكل بيت حضرتك في القرية يا اما فيه مصاب بالفشل الكلوي او الفشل الكبدي، وطبعا كل بيت اكتوى بتلوث المياه وتلوث تحت بيت وحضرتك خزانات صرف بيصرف فيها الصرف الصحي بتاعه. احنا بنطالب طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنطلب من الاستاذ هاني يونس زياره قريه فيشه الصغرى. انا بلدياتكم على صح كلامي حضرتك. لا انا بلدياتكم اصلا. التطبيعات وشروط المباني مركز جنب والقريه تئن. حاضر يا استاذ ضياء. حاضر. هو واضح ان استاذ هاني عنده فكره، لانه قبل ما حضرتك تقول اول ما قلت اسم القريه هو قال لي صرف صحي، فانا هتكلم معاه برضو واعرف احنا ممكن نعمل ايه في ده. مين يا شباب؟ يا استاذ ابراهيم اتفضل يا فندم. صباح الخير. صباح النور يا فندم. احنا انا ابراهيم عبد العزيز مالك الوحده في دار مصر اكتوبر.
وكان عندنا مشكله، كان مشكله كده في المشروع. بدايه موضوع التب اللي في نهايه المشروع دوت، الوزاره اعلنت ان هي هتقوم بازالتها او تجميلها او حاجه، وفي الاخر طبعا لسه ما وصلناش لاي قرار في الموضوع ده. طبعا الناس اللي استلمت الوحدات دلوقتي استاذ ابراهيم، بعد اذنك يا استاذ ابراهيم، اتفضل. ممكن تناقشني يا استاذ ابراهيم؟ اتفضل يا فندم. التبه دي فين يا فندم؟ التبه دي فين؟ آه يا فندم. المشروع يا فندم، في المشروع جوه السور ولا بره السور يا فندم؟ ما هي معادله ان جوه. لا حضرتك رد عليا يا فندم، انا اسالك اسئله ولو عايز تسالني رد، هرد عليك. التبه بره السور ولا جوه السور؟ هو لسه ما فيش سور اتعمل هناك. لا التبه بره السور يا فندم، مفيش. التبه بره الكومباوند. ما بيقول لك بره، ما فيش سور اتعمل اصلا. ما هو السور هيتعمل، هو مفيش على اجزاء. التبه بره الكومباوند، الاساتذه اللي حاجزين عايزين نشيل التبه اللي بره الكومباوند. اكبر مشروع واغلى مشروع في مصر، معمول كله على جبل، مش عايز اقول اسمه عشان ده يبقى اعلان، وبيتدفع فيه المتر تخطى ال 20000 في مثلا، القمر اللي على الجبل المقطم. هيشيلوا لهم الجبل كله بقى عشان الناس السكان. ايه يا التبه بره، عشان السؤال ده بس انا حفظته لان جالي وعلى الفيسبوك، انا ممكن افتح لك 300 سؤال من الناس. التبه بره الكومباوند. طب يا استاذ ابراهيم، ما هو ده التبه بره. بعد اذنك ادوني بس مساحه للوقت. اتفضل يا فندم، هسمعينا. نسمع حضرتك في التلفزيون، لان انا مساحه الوقت بتاعتي ضيقه. تمام، اتفضل. الموضوع ان التبه بره الكومباوند او جوه الكومباوند، ده كلام ما كانش مطروح من بدايه الامر. كان الكلام ان التبه دي هتزال، واتقال ان في مقاولين هيخشوا يشيلوا رمل. كلام من مين يا فندم؟ فدي من اكتر من حد. لا يا فندم، احنا كراسه الشروط عند حضرتك، عارف ان حصل كراسه الشروط عند حضرتك يا فندم، فيها مواصفات المشروع اللي حضرتك حاجز فيه. احنا زودنا على كراسه الشروط حتى بالسور اللي بقى سور مبني دلوقتي، انما موضوع التبه بره او جوه، مفيش مكان في مصر بيعمل كومباوند بيشيل تبه بره. حضرتك ارجع لكل الكومباوندز اللي في مصر اللي موجوده، اشهر خدوا اسماء ان يبقى اعلانات للناس. يا استاذ هاني، لو انت التبه دي داخل الكومباوند على عيننا وراسنا نشيلها فورا يا فندم، انما بره الكومباوند. ثواني يا استاذ ابراهيم، لحظه واحده استاذ ابراهيم، لحظه واحده بس. السور اللي لسه ما اتعملش، هو بيقول لك السور لسه ما اتعملش، وانا مصدقاه. اتعمل او ما اتعملش هيبقى بره الكومباوند. طب ما ينفعش نعمل السور طالما لسه ما اتعملش، عشان نسهل على الناس. ما نقدرش نعمل السور بحيث ان هو يعني ما هيتبقى بره. هو حضرتك ممكن ندخلها له من جوه. لا نعمل، قبل ما نعمل السور نشيل التبه او نتعامل مع التبه بره الكومباوند. خلاص يا فندم، بره الكومباوند ما يعملهم مشاكل يا فندم. انا دلوقتي هو هيبقى دافع كتير برضه. لا مش دافع كتير، اولا رقم واحد، رقم اثنين، انا ما اقدرش اشيل تبه بره عشان خاطر الناس اللي جوه. اشيل بره، انا هيجي لها يوم هيتشال، ما المدينه كلها هتتعمر هتنمى. انما انا بتكلم على المبالغه في الطلبات. تبه بره السور، هي مش مبالغه ولا بره السور يا فندم. ما هو يا استاذ، بصي يا استاذ ابراهيم، في الحاجات اللي زي كده احنا بنحتكم بكراسه الشروط يا فندم. هل كراسه الشروط او هل في العقد نفسه في حاجه بتقول انه التبه دي هتتشال؟ مفيش اي حاجه ولا حد قال خالص انها تتشال. انا بتكلم عن تصريحات المسؤولين في الجرايد وفي الاعلام. يا فندم يا فندم، تصريحات المسؤولين في الجرايد وفي الاعلام كلهم انا بتابعها، ده شغلي. محدش قال سيره التبه انها تتشال خالص. بس بسمعها حضرتك راجل مسؤول. مفيش مسؤول يا استاذ ابراهيم، يا استاذ ابراهيم بس، مفيش مسؤول يا فندم طلع صرح في الموضوع ده وقال هنشيل التبه. انا بتابع كل المسؤولين. لا يا فندم، اللي اتقال مين يا فندم؟ مين؟ اديني اسم مسؤول يا استاذ ابراهيم، اديني اسم مسؤول. في اكتر من حد يا فندم بيتغير. اديني واحد بس اتغير. محدش اتغير في اكتوبر خالص. على فكره اخر حاجه حضرتك اتقال ان احنا هنعمل تجميل للتبه دي، ممكن نعملها بتجميل بشكل خضره او كده عشان مش هتتشال التبه دي كمان. يا فندم هم 3 4 عمارات اللي بيطلوا عليها، فهم 3 4 عمارات بقى 20 رساله في اليوم، كل يوم 20 مداخله في كل القنوات، 20 شكوى في كل مكان في الدنيا، مع ان التبه دي بره السور. وانا بجاوب نفس، انا اللي بجاوبه على الرسائل. طيب. بجاوبه برضه على الهوا. طيب احنا ما يعني بشكرك يا استاذ ابراهيم، الموضوع واضح عشان بس ما بقاش بندي وعود. مش يعني انا بشكرك لانك دقيق كمان في الرد. لا العقد ولا كراسه الشروط فيها حاجه بتقول ان الشركه او الوزاره ملزمه ان هي تشيل التبه وهي هتبقى بره السور طبيعي، زائد انه بس استاذ هاني قال ان في الغالب كده كده هتتشال لما يحصل اعمار في المنطقه دي كلها. فنصبر بس دلوقتي. مين معانا؟ عبير، اتفضلي يا استاذ عبير. فندم اتفضلي يا حبيبتي. الحقيقة أنا كنت مقدمة في مشروع الإسكان في 2014، ولحد السنة اللي فاتت زي اليومين دول كنت تخصص لي شقة. وعلى ما رحت أشوفها لقيت في واحد ساكن تاني أخدها، يعني أخدها شرعي، كتبوا له عقد. ولما جينا نحل المشكلة البنك توصل إن إحنا نتنازل لبعضنا عن الشقق، هو ياخد شقتي وأنا آخد شقته.
ولحد دلوقتي من شهر 2/2/17 لحد دلوقتي وانا كل يوم في القاهره في دايره مغلقه ما بين الوزاره وبين الصندوق الاجتماعي صندوق التمويل العقاري قصدي. حضرتك حاجزه فين يا استاذ عبير؟ وما حدش فادني لحد دلوقتي. حاجزه فين حضرتك؟ نعم حاجزه فين؟ نعم حاجزه فين؟ فين حضرتك؟ حامل السما. الحجز فين يا فندم؟ الشقه فين؟ الحجز انا كنت حاجزه في المنوفيه وبعدين جت لي الشقه في البتنون. ايوه يا فندم من السما حضرتك. يا عبير احنا سامعينك يا حبيبتي. شقتك أيوة. كانت في الكتالون في البتنون. بتنون. بتنون. البتنون هي موجوده في البتنون. بتنون ايوه. طيب حضرتك ممكن نستلمها؟ ماشي يا فندم. طيب. حضرتك يا استاذ عبير بعد اذنك عشان اقول ان في مواطن تاني اخذها راحوا بين قالوا احنا نحل الموقف بان انتوا تنزلوا البعض عن الوحدات فتنزل. انا عبير هستاذنك بس تسيبي تليفونك وانا هكلم صندوق التمويل العقاري بعد الحلقه. الله يخليك. الله يخليك. يا ريت حتى لو مقابله حضرتك شخصيا لان انا كنت امبارح فعلا تشرفت. لا ما هو اسمعي يا عبير هو استاذ هاني هيعمل لك اللي احسن من كده. مشكورا بيقول لك هيكلم لك الصندوق التمويل العقاري. حلو على طول. اتعشى بخير. بالنسبه بقى استاذ عبير بس تسيبي رقمك. بالنسبه لاستاذ عبير بقى انا بعترف اهو ان بيحصل اخطاء. اما ما يبقى احنا اخطانا ما جملش وما جذبش. بس غريب قوي ان هي تتخصص لها شقه وتروح تلاقي واحد تاني ساكن. يعني 600,000 وحده سكنيه بيتعملوا بالخصاصه تحصل. ممكن تحصل لخبطه. فلخبطه بس مش فساد. لا مش فساد. لا ولو ده اللي يهمنا مش فساد. ولو حصل وقعت فساد ما بتسترش عليها برضه. انا ما بكلمش في اي حاجه. طبعًا. انما في الموضوع ده حصل خطا وتخصصت الوحده لشخصين اثنين قالوا لها خلاص هنعمل لكم تبادل وكل واحد ياخد وحده ثانيه. اتاخر. هي بتشتكي من تاخير بس وده هنحله ان شاء الله. طيب يبقى احنا كده عبير وهاله فاروق الاثنين دول اسمائهم ان شاء الله هنديها بالارقام للاستاذ هاني. ممكن اسال بس على برضه هاله اللي اتكلمت على الاسكان الاجتماعي الكراسه الحمراء مرتين. الكراسه الحمراء يقدم على الاستعلام ويجي له بعدين جاله من اسبوعين. دي اللي قلنا لها تجيب لنا بياناتها لان انا مستغرب. الكراسه الحمراء معظمهم خلاص استلم دلوقتي. الكراسه الزرقاء بس هي اللي فات اخير انما الحمراء خلاص. الأستاذة سلوى كانت بتتكلم عن مفردات المرتب. المفردات المرتب لازم تتقدم من الوقت اللي انت كنت قدمت فيه. طب هي خلاص ما حصلش كده. ماشي ما هي بس رجعت في 2016 قدمت. بس لازم تجيب يعرفوا هي كانت وقت ما قدمت عشان لمصلحتها لان ممكن تكون دخلها زاد في 2016 فهتطلع من المشروع خالص. لازم تقدم المفردات القديمه وده سهل. اي حد راح في شغل حضرتك لو رحت في شغلك قلت له انا عايز اجيب دخلي كان في سنه كذا كام هيجيبوه موجود في كل السجلات. ماشي. فتجيب المفردات المرتب بتاعها ولو في اي مشكله تشرفني في المكتب واحلها لها. لو في اي مشكله ثانيه في المفردات المرتب. استاذ ضياء بقى من نوفيه. الصرف الصحي. كلمني بقى عن قريه فيشه الصغرى. الصرف الصحي هو التحدي الاكبر اللي بيواجه وزاره الاسكان دلوقتي. عندنا لحد 2014 كانت نسبه تغطيه الكره في الصرف الصحي في مصر كلها لا تتخطى 10%. 10% من كره مصر اللي كان فيهم صرف صحي فقط لا غير. ضعيفنا احنا تقريبا في 3 سنين ونص اللي فاتوا اللي اتعمل منذ بدء الخليقه. احنا ضعفناه في 3 سنين ونص. اكتر من الضعف شويه تقريبا. لا وصلنا 19.5% تقريبا او 19%. 22%. لا احنا بنستهدف في 2018 نهايه 2018 ده يكون 20%. صحيح. في 2020 ان شاء الله نستهدف 44% من كره مصر فيهم صرف صحي. فده هو التحدي الاكبر. استاذ ضياء انا شفت كره ظروفها صعبه جدا لكن هركز على كم حاجه حضرتك قلتها. مياه الشرب ما تنفعش تختلط بمياه الصرف الصحي الا لو في كسر في المواسير. ليه؟ حاجه فنيه انا مش مهندس بس شرحوها لنا الفنيين. مياه الشرب بتكون تحت ضغط شديد والعكس مياه الصرف الصحي. فما ينفعش الاثنين في يختلطوا مع بعضهم الا لو كان في كسر في المواسير. رقم 3 عايز اقول لحضرتك ان شاء الله في تكليف من سياده الرئيس ان توسع في مشروعات الصرف الصحي على وجه الخصوص عشان نحل اكتر من مشكله منها مشكله البيئيه ومشكله الصحيه. بس انا يا فندم بص يا استاذ هاني انا لما اكون بخطط لقرى فيها مشكله ما واخدت وقتي شويه فيها ده مقبول. بس الناس اللي ميه الشرب عندهم مختلطه الميه بالصرف ما ينفعش يعني ده لو حديهم من صندوق اعانه الدوله لو حملوا حاجه وفورا انزل اشتغل عليهم. ما ينفعش فنيا. وبعدين احنا حاطين اولويات لموضوع الصرف الصحي للكره. ازاي بناخد الكره نختارها ازاي؟ خليني بس انوه يا استاذ هاني ان احنا على الهوا دلوقتي شايفين وصول الرئيس السيسي للاحتفال بعيد الشرطه 66 ده في مقر اكاديميه الشرطه
والرئيس الحقيقة يعني مفترض أنه يكرم عدد من أسر شهداء الشرطة اللي استشهدوا طبعا وقدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن أثناء واجبهم الوطني في خلال 2017، وسيلقي كلمة إلى الأمة بمناسبة عيد الشرطة. إذن الرئيس طبعا في مراسم يعني أكيد بروتوكول، يعني هيبقى في أكيد وضع لإكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وهيتوجه بعدها لقاعة المؤتمرات الكبرى بالأكاديمية لحضور الاحتفالية. نهني كل الضباط وأفراد الشرطة بعيدهم، وربنا يجعلهم دايما حصن للوطن يا رب، اللهم آمين. تحديات كبيرة برضو، فكرة ان احنا في الاحتفالات الوطنية بنفتكر دايما شهدائنا من الجيش والشرطة، دي شيء مهم جدا جدا جدا. ولا ما يحسش باللي هم فيه غير اللي تكبد العناء ده غير ما فقد. ربنا يرحم شهدائنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويجعلنا احنا عندنا قدرة ان احنا نكمل الحرب دي، حرب الضروس ضد الارهابيين، ونكمل في حربنا التانية برضو اللي هي بتستهدف البناء والتعمير والاسكان والتنمية. عايز ارجع بس لحضرتك لبعض الاسئلة برضو كده اللي جايانا من امبارح، ناس مستنياك. الموضوع انا مش هدخل في تفاصيله لانه الموضوع ده يعني قتل بحثا وما بيتحلش، موضوع الايجارات القديمة، قانون الايجارات القديمة. الناس بعتلي كمية رسائل وعمالة تقول لك، الناس عماله بتسال حضرتك قانون الايجارات القديمه امتى ممكن نحركه وامتى ممكن نحركه جوه البرلمان. حضرتك جبت من الاجابه دلوقتي، هو الكره في ملعب البرلمان دلوقتي، بس الحكومه في ايديها تستعجل. احنا بعتنا دراسات او مخرجات دراسات اجرتها الوزاره عن هذا الملف الشائك. الحقيقه ان دول عندهم حق ودول عندهم حق، ولكن لازم تتعالج الموضوع بتوازن بين الطرفين. وللاسف الشديد بقى ان الطرفين مش عايزين توازن، دول عايزين يخرجوهم من المدن اللي هم ساكنين فيها بالايجار القديم، والتانيين مش عايزين يخرجوا، مش عايزين يزودهم اي نسبه في الايجارات. فده الـ يعني القدره بقى على ان احنا نعمل توازن ما بين احتياجات الفريق الملاك واحتياجات فريق المستأجرين، ده اللي المفروض بقى ان شاء الله يكون بمجلس النواب. واحنا كوزاره اسكان بدورنا قمنا ب التسليم مجلس النواب مخرجات دراسات عديدة أجرتها الوزارة. لكن هل بتقوموا باستعجال مجلس النواب لمناقشة القانون؟ في تواصل مستمر ما بيننا وبين مجلس النواب، وخاصة لجنة الإسكان بشأن هذا المشروع. وأنا شفت تصريحات كتيرة لرئيس لجنة الإسكان مجلس النواب إن هو حاطط الموضوع ده على ناس كتير. بس في ناس كتيرة بتشوف إنه الحكومة، بصراحة أنا بتكلم بمنتهى الأمانة، متخوفة إنها، وإنه البرلمان كمان إنه متخوفين من تحريك القانون ده، المشروع القانون ده، لإنه أنت عندك كام مليون ممكن يعني. هو زي ما قلت لحضرتك، لو اتعامل بتوازن زي ما اتعامل قبل كده قانون الأراضي الزراعية، والحمد لله اتطبقوا زي الفل دلوقتي، الناس ماشية زي الفل فيه. لو اتعامل بالتوازن اللي بقول عليه ده هيمشي كويس إن شاء الله. إحنا على الهوا دلوقتي شايفين الرئيس بعد طبعا السلام عزف السلام الوطني، شايفين الرئيس السيسي مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه داخلين، اعتقد دلوقتي هيبقى في وضع لاكليل الزهور، وبعدها يتوجه الى القاعه الكبرى لبدء الاحتفالات. احنا مع حضراتكم على الهواء برضو وهنتابع معا هذه الصوره. بص انا كل الاسئله اللي جايه لي على الصفحه كل اسكان، متى تتقدم الحكومه بمشروع قانون الايجارات؟ لا، هو ردا على السؤال استاذ هاني وضح، الحكومه بالفعل تقدمت بمشروع قانون الايجارات وهو موجود حاليا في البرلمان بالمخرجات دراسات بالمخرجات. اللي هي زي توصيات يعني بالظبط كده، انما وصيته بايه يا استاذ هاني؟ والله فحوى التوصيه اللي بقول لحضرتك عليها، في توازن ويكون في فتره انتقاليه، ولا نظلم المؤجر ولا نظلم المالك، فتره انتقاليه لتحرير العلاقه ما بين المالك والمستاجر. فتره انتقاليه، ما نقول جيش، نقول بعد سنه الناس تمشي كلها وتسيب الاجراء للناس اللي الشقق اللي قاعدين فيها. نبدا كمان بالحاجات التجاريه الاول، اللي هي نبدا بالحاجات اللي هي الناس تخيل ان في سفارات ايجار قديم، سفارات مش مصريه، يعني ناس من بره مش مصريه صح، يعني ناس اجانب واخدين فين؟ زمالك، في الزمالك جاردن سيتي، حتت حرام، ما ينفعش طبعا. طيب حد برضو من السادة الناس المشاهدين، يا أستاذة منا، أنا إيه مقدم في المرحلة الثامنة إسكان اجتماعي وما فيش أي استعلام جالي ولا حتى رسالة. الإعلان الثامن،
الاعلان الثامن ده سؤال مهم جدا برضه ومتكرر كتير عندي موضوع الاعلان الثامن ده. بيقولوا السادة المواطنين احنا الاعلان الثامن كان عندنا الكراسه الحمراء والكراسه الزرقاء. الكراسه الحمراء خلاص الحمد لله قلت سلمنا معظم الناس. الكراسه الزرقاء كنا المفروض هنسلمهم بعد سنه. السنه ديت خلصت من شهرين ثلاثه كانوا بيسددوا فيها اربع اقساط كل شهر كل اربع شهور ثلاث شهور 4000 جنيه. هم خلصوا سداد الاربع اقساط خلاص كنا المفروض هنسلم بعد سنه، ولكن مع تحرير سعر الصرف وارتفاع اسعار مواد البناء او تضاعف اسعار مواد البناء شركات المقاولات كلها توقفت عن كل المشروعات مش بس الاسكان الاجتماعي، ما عادوش بيبنوا ما عادوش بينفذوا مشروعات. فبالتالي اضطرت الوزاره بالتنسيق مع مجلس النواب ان احنا نعمل قانون التعويضات، وصدر القانون الحمد لله وبدانا نصرف تعويضات للمقاولين وبداوا يشتغلوا. بس الفتره ديت المجلس الوزراء خد قرار انه يدي مهله لكل شركات المقاولات 9 شهور او 12 شهر على ما اتذكر عشان يخلص فيها كل المشروعات بتاعته. فبالتالي كل المشروعات اتاخرت 9 شهور او 12 شهر لحين الناس تخلص بعد فتره التوقف اللي كانوا متوقفينها. طيب. واحنا اعلنا الكلام ده في مؤتمرات صحفيه وقلنا يا جماعه هنتاخر شويه في المشروعات اللي هي كانت بتنفذ بسبب تحرير سعر الصرف وبس، لكن الحمد لله وبشرهم هنبدا من شهر 3 ان شاء الله تباعا نسلم المستفيدين بالكراسه الزرقاء ونبدا الاستلام عنهم على الفور ان شاء الله. طيب باذن الله. انا معايا اتصالات كتيره، معايا اتصل بينا سياده النائب رائف تمراز عضو لجنه الزراعه طبعا في البرلمان، بيقول ان قريته عندها مشكله في الصرف الصحي، ينفع كده يا استاذ هاني؟ طيب خلينا بس قبل ما ناخد الاتصالات ننتقل سريعا نشوف جزء مع بعض من نشوف كده جزء من احتفالات عيد الشرطه بحضور الرئيس السيسي. Yeah.
مشاهدينا الكرام، وهي وقائع الاحتفال قد بدأت، وذلك من خلال وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى يا صباح الفل والجمال مرة تانية، والبناء والتعمير والإسكان، وصباح الذكرى الطيبة اللي بنتذكرها لكل شهدائنا، كل من قدم روحه فداء لهذا الوطن، أبنائنا من الجيش والشرطة. الاحتفالات دي الحقيقة يمكن إحنا ده الاحتفال 66 لعيد الشرطة، لكن أنا بعتقد أنه في الكام سنة الأخيرة دي لما لفظنا حكم العصابة الإرهابية اللي حكمتنا لمدة سنة، وبدأت العمليات الإرهابية تنتشر في مصر، وبدأوا يقتلوا في جيشنا وشرطتنا بشكل متعمد ويخربوا في البلد، الحقيقة أنه بعتقد أنه الاحتفالات دي سواء السادس من أكتوبر أو سواء 25 يناير، أنا بعتقد أنه بقى ليها طعم مختلف عندنا، وبقينا فيها دايما بنتسابق علشان نفتكر الأبطال والناس الجميلة. ودايما يقولك الناس الحلوة هي اللي بتروح، لكن هو في النهاية الشهادة أعظم مرتبة ممكن ينالها الإنسان على الإطلاق، وإن شاء الله بإذن الله كل من قدم نفسه في هذا سبيلا في سبيل هذا الوطن هو شهيد إن شاء الله مثواه الجنة يا رب بإذن الله، ورحم الله كل شهدائنا، وربنا يربط على قلوب أهليهم. لأنه زي ما كان ضيفي كريم أستاذ هاني يونس اللي بجدد الترحيب بيه مرة تانية بيقول إحنا مع الوقت المشكلة الحادثة بتروح، لكن للأسف ما بيحسش بالألم ده إلا أهل الشهيد اللي راح منهم. صح دي حقيقة طبعا. دي حقيقة. خليني أخد النائب رائف تمراز اللي اتصل بينا وبيقول عنده شكوى لأستاذ هاني يونس. يا سيادة النائب صباح الخير يا فندم، وصباح الخير حضرتك الكريم. صباح الفل. صباح الفل يا فندم. يا سيادة النائب، ده احنا اللي بنكلم البرلمان نشتكي له من الحكومة، تقوم يوم البرلمان يكلم الإعلام يشتكي من الحكومة. فندم أنا بتكلم بصفة مشكلة بصفة عامة. اتفضل. ألفت لها نظر بس أستاذ هاني، ولكن أولا بنعيد على الشرطة المصرية وبنعيد على السيد الرئيس افتح السيسي، ونقول ان شاء الله سر الى الامام ونحن وراك كشعب وكفلاحين. ثانيا بقول ان احنا عندنا مشكله على مستوى الجمهوريه بيعاني منها كل الناس اللي مش عندهم صرف صحي. انا بصرف على الصحه بالمليارات بسبب ان انا باخد الكسح بتاعي بتاع البيت بتاعي وبرميه في الصرف الزراعي او في الزرعه، مما يؤدي الى تلوث الميه، مما يؤدي الى تلوث المزروعات. طيب انا اقدر انا في الدائره بتاعتي اوفر 3 جاريه طرمبه الرفض، وركز ركزي معايا استاذه منى، ممكن اركز ابقى عندي 3 جاريه ان انا دي محطه رفض. طيب محطه المعالجه عاوزه 5 فدادين او 6 فدادين، طب انا مش هقدر اجيب اللي فين محطه المعالجه اللي فين؟ انا يعني هم بيقول لك ان انت لازم توفري 3 جاريه لمحطه الرفض. ايوه 25 متر في 25 متر. طيب انا هوفر الثلاث اريض كفلاحين او كاهالي القريه هوفر الثلاث اريض. طب بعد ذلك بقول لك انا عاوز تجميع اتجمع 5 قرى مع بعضيهم في محطه معالجه عشان اصرف معالج 5 6 فدادين. طب احنا مش هنقدر نشتري 5 6 فدادين على مستوى الجمهوريه او كل قريه، مش هنقدر نشتري 5 فدادين عشان تعمل محطه معالجه. فكده ابتدى وهذا يؤدي الى عدم اكمال المشروع. فهل وزاره الاسكان ممكن تشتري 5 فدادين في كل مثلا مركز اشتري 5 فدادين نعمل فيهم محطه معالجه تجمع المركز كله؟ معايا ماشي، خليك معايا لو سمحت يا سياده النائب عشان استاذ هاني عايز يناقشك في النقطه دي. انا مبسوط من كلام سياده النائب لما قال ان احنا المشكله الكبرى عندنا كلنا الصرف الصحي، ويمكن انا بقعد مع الوزير في اجتماعاته اللي هي كل اسبوعين مع نواب البرلمان. احنا عندنا كل اسبوعين يوم ثلاث وثلاث لا بنقعد مع نواب البرلمان عشان نشوف اي في الوزاره لو في اي مشكله ليهم. 90% من شكاواهم في الصرف الصحي، 90% تقريبا في الصرف الصحي. طب ايه بقى المطلوب؟ المطلوب ان الموازنه اما تيجي للبرلمان النواب اللي هم بيوافقوا على الموازنه يخلوا ميزانيه الصرف الصحي اكبر ميزانيه. لان سياده النائب قال احنا لما بنصرف على الصرف الصحي كويس بنوفر فلوس للصحه، بنوفر طبعًا فلوس للبيئه طبعًا. وانا متفق تماما من اللي فيه، وبنقدم خدمه محترمه كريمه للمواطن في النهايه. ولكن احنا عندنا ارث صعب. عندنا دلوقتي كنت لسه بتكلم بقول لغايه 2014 10% من كره مصر اللي كان وصل لهم صرف صحي، دلوقتي الحمد لله داخلين على 20% عندهم صرف صحي، والهدف 2020 ندخل 44%. لسه المسؤوليه كبيره والمتبقي يعني لغايه 2020 حتى احنا اقل من النص بالظبط، والمعاناه كبيره ماشي. لان المطلوب كبير، احنا حوالي 200 مليار جنيه المطلوبين عشان نخلص الصرف الصحي في مصر كله، ولو 200 مليار جنيه جاهزين دلوقتي هناخد وقت 3-4 سنين على الاقل على ما ننفذ في كل كره مصر. فبالتالي اللي نقدر نعمله دلوقتي ان احنا نزود ميزانيه الصرف الصحي. واعتقد ان كان في اقتراح لو سياده النائب سامعني
احنا الدستور بيقول نخصص من الميزانيه جزء كبير للصحه الصحه والتعليم. فاعتقد كان في اقتراح في البرلمان او كان في الحكومه ان احنا ندخل ميزانيه الصرف الصحي مع ميزانيه الصحه، هو ده في الاخر صحه برضو عشان خاطر. صعب قوي يا فندم يعني ما هو حاولوا يدخلوا عشان خاطر يدقوا لها مخرج يزودوا يعني ميزانيه الضرائب بتاعت مثلا الضرائب على السجاير تدخل للصحه، ده مفهوم ده طبيعي، بس ميزانيه الصرف الصحي تدخل مع وزاره الصحه. دي بتصرف على الصرف الصحي كانك بتعالج المواطنين ليه؟ ما هو كانك ماشي، لكن ده بند تاني يا فندم. كانوا بيحاولوا ان هم يلاقوا مخرج، لان ميزانيه الصحه كانت كبيره جدا طبقا للدستور، فكانوا بيحاولوا يلاقوا مخرج. هو ما تنفذ المخرج ده، ولكن ارجو ان دلوقتي الكره. طب تفرق في ايه؟ يعني ميزانيه الصرف الصحي لو اندمج لو دخلت مع الصحه هتزيد، لان الصحه فيها لها بادجت معين دلوقتي طبقا للدستور كبير جدا يا فندم. احنا بس عارفين نرمم مستشفياتنا الاول يا استاذ. في طفره في المستشفيات ماشي طبعا في، بس لسه محتاجين اكتر شغل اكتر على المستشفيات. انا قلت اقتراح وما تنفذش. طيب الحمد لله اتمنى يتنفذ. لا الحمد لله ان شاء الله مش هتنفذ. يا سياده النائب ايه رايك؟ ايه رايك في الكلام ده؟ فندم هو ما ينفعش ندخل ميزانيه الصرف في الصحه. الصحه ده طبعا ما ينفعش، ولكن بنقول ان احنا لابد من حل مشكله محطات المعالجه. عندي محطة معالجة في سعود في مركز الحسينية، وعندي محطة معالجة في الحسينية. ان انا عندي مش مستوعبة كل كميات المية او الصرف الصحي داخل عليها، فمؤثر على المنطقة، مؤثر على صحة الانسان. مظبوط. اين وزارة الصحة من دورها في محطة معالجة سعود؟ صحيح. في مركز الحسينية ومحطة معالجة الحسينية، لان احنا نقدر ندخل عليها كرة كثيرة زي مثلا ابو شميس او زي عليوه او زي السعدي او زي السمكين او زي كل بلاد منشطه ابو عامر او الحجازيه، ادخلهم على هذه المحطات او الشوابنا. فالموضوع ده لابد من حل، وان احنا حل بسرعه، ان كنا احنا جادين فيه ان احنا نساعد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على الامراض المتوطنه للمواطنين بسبب موضوع الصرف. بشكرك يا سياده النائب. النائب رائف تمراز عضو لجنه الزراعه في البرلمان، بشكرك يا فندم جزيل الشكر. اخد امل، اتفضلي يا امل. اتفضلي. ايوه يا فندم اتفضلي. انا جوزي كان مقدم اللي هي من القاهره الجديده، تحولنا لبدر. تمام. في الاول قالوا ان احنا مقبول على اسمه مقبول، بعت لنا رساله بعتيها ان في غلط في البيانات. واتبعت بعدها بكم شهر ان نأسف وسيتم التعامل مع الملف من جديد. فانا عملت اتصلت بالخط الساخن وقالوا لي ان الورق في شركه الاستعلام. الكلام ده في شهر 10. لحد دلوقتي مفيش اي حاجه. طيب يا امل سيبي رقمك برضو، هستفسر من الاستاذ هاني ايه الاجراء اللي تاخديه، بس سيبي رقمك. محمود اتفضل. محمود، استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ امين؟ اهلا بيك يا فندم، صباح الفل. لا انا بشكر حضرتك جدا على البرنامج بتاعك. الله يخليك. محمود العوضي، كنت عملت مداخله مع حضرتك. اهلا. مع سياده المستشار محمد درويش التابع لوزاره التضامن. ايوه تمام. وانا بشكره شكر خاص يعني ان هو قام بصراحه وحللنا المشكله، والحمد لله انا بشكره على الهوا. طب الحمد لله. سياده المستشار محمد درويش والدكتورة حنان مصطفى ناس محترمين جدا، وقابلونا وعملوا لنا اللازم، والحمد لله الحمد لله اتحلت. ده بيبقى من حسن حظنا والله، الحمد لله. والله يعني بتبقى نعمه ربنا بعتها لنا، لما ببقى معايا مسؤول مهتم انه ياخد الاسم والشكوى ويتابعها كده مع المواطن. هو ده دور الاعلام يا استاذه منى على برنامجك. وبامانه بامانه انا يعني بكلمك بكل صدق ان حضرتك والله يعني ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يعينك ويقويك يا رب. ربنا يخليك يا رب، الف مليون شكر ان حضرتك اهتميت انك تكلمنا تسالنا. اتفضل يا فندم. شكرا لسياده المستشار. شكرا سياده المستشار محمود درويش طبعا. بالزبط. جدا جدا اشكرك. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. الموضوع بقى بالنسبه لنا احنا كنا اتكلمنا يوميها على موضوع الشقه. انه يوسف من ذوي الاحتياجات الخاصه، بس هو عنده 5 سنين. واحنا ما عندناش سكن ومش عارفين نحصل على شقه من الاسكان الاجتماعي. فمش عارف بقى ازاي نوصل لشقه حتى لو ايجار، يعني هم كانوا قالوا في شقق ايجار اللي هي 7 سنين. انا هسال دلوقتي حالا على موضوع شقق الايجار، وهسال برضه استاذ هاني لو بيبقى في عائله عندها طفل او ابن من او ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصه، هل ده بيدي اولويه ولا لا؟ حاضر يا استاذ محمود. استفسار منك استفسار بس.
اتفضل يا فندم. انا هسأله دلوقتي. حاضر يا استاذ محمد. يا استاذه منى من فضلك. اتفضل يا فندم. انا لما رحنا سالنا في الاسكان الاجتماعي قالوا ان ذوي الاحتياجات الخاصه مخصص لهم 40 متر. 40 متر؟ فال 40 متر دي الاسره تعمل ايه؟ لا. طب مش انت اتقال لك كده؟ تابعنا وهنشوف الكلام اللي اتقال لك ده صح ولا لا. تابعنا بس وخليك معانا. استاذ حسني اتفضل يا فندم. استاذه منى ده صحتك. ازيك يا فندم؟ انا دلوقتي 5% مقدم من 2010 ولا المحافظه مساعده فينا ولا وزير ولا اي حاجه وانا معايا 3 عيال مش عارف اربيهم يا فندم. عندك ابن من ذوي الاحتياجات الخاصه ومن ايوه مع اطفال يا فندم. اطفال عندك اطفال كذا حد؟ ومقدم من 2010 وما خدش حاجه. مقدم فين يا فندم؟ المحافظ رفضني والنيابه الاداريه رفضتني والنسبه عليا بحث وناكرين ان انا مش من القاهره وحاجه يعني مش عارف اقول لك ايه والله. مقدم فين يا استاذ حسني؟ انا مقدم في محافظه الاسكان يا فندم اللي هي في عابدين يا فندم وانا متبهدل وانا جاي في المترو على كده على فكره. مقدم في محافظه القاهره مظبوط اللي في عابدين. متبهدل خالص يا فندم. كنت عندكم في مجلس الوزراء عندكم امبارح عليها شكوى بردك يا فندم. ما انا بسال سؤال محدد لو سمحت جاوب عليا. في 2010 حضرتك قدمت فين يا فندم؟ طب انا عايزه ثواني يا استاذ حسني. لا ثواني يا استاذ حسني خليك بس معايا والنبي ثواني. استاذ هاني انا دلوقتي زمايلي لانه فعلا استاذ حسني كان اتصل بينا قبل كده. انا افتكرت القصه. هو كفيف كمان واولاده عندهم. انت كفيف يا عم حسني مش كده؟ ربنا يا رب يديم عليك الصحه والعافيه يا رب ويشفيك ويشفي كل مريض. احنا سالنا له بالفعل لما كلمنا قبل كده من فتره سالنا له في المحافظه والموضوع مش نافع في المحافظه. هو كده مش مقدم عندنا اصلا خالص. طب ما احنا عايزين نقدم له يا فندم. ما هو التقديم عندنا ليه شروط وليه مواعيد. في قواعد للتقديم عندنا. ما فيش حالات استثنائيه يا استاذ هاني. الحالات الاستثنائيه في وزاره التضامن الاجتماعي. يمكن معالي الوزير التضامن الاجتماعي في الافتتاحات اللي كانت في بني سويف من ايام قالت امام الرئيس ان وزاره الاسكان موفره لنا 1700 شقه للحالات اللي زي كده. فاحنا بنوفر الوحدات لان احنا ما عندناش الدراسات. طيب. ده على الحالات اللي زي كده. طب انا عايز اطلب منك حاجه. عايز اطلب منك طبعا. تحت امرك بس انا الاول اكمل. نوفر الشقق لحالات الكوارث والحالات القاسيه دي. نوفر شقق للمحافظات ولوزاره الضمان الاجتماعي. المحافظه رفضت خالص. على اساس ان هي المحافظه ما تعاونتش معانا. انا بقول لحضرتك لان زمايلي فكروني فعلا بالموضوع. أنا مش تواصلنا مع المحافظه. حاجة أعملها. لا مش وعد بحاجه ما تقدرش تعملها. بس انا في النهايه عندي ده مواطن مصري هو كفيف ولديه اطفال عندهم اعاقه. بعد الحلقه ناخد بناته ونوصلها ل معالي الوزير التضامن الاجتماعي والزميله الاستاذه العايزه. طب واحنا ممكن كمان يا شباب الاستاذه ألفة طبعا جميله وبتساعدنا على طول جدا. طب احنا شباب هنعمل كده خلاص يا استاذ هاني. انا هناخد احنا الموضوع ده. استاذ حسني معانا وهنكلم المستشار محمود درويش على فكره لسه بقى عامل له شكر على الهوا من شويه. عايزين نشكره مره تانية. هنتواصل معاكم. حاضر يا استاذ حسني. حاضر. مين معانا يا شباب؟ مين؟ استاذه عفيفه اتفضلي. ايوه اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي هو دلوقتي احنا من 4 سنين من اول اللي حجزوا في التجمع الخامس. من اول اللي حجزوا في التجمع الخامس. فاحنا يعني احنا من 4 سنين وبعدين بندفع من زمان يعني والفلوس طبعا بتعمل يعني بتشتغل اللي احنا دفعناها. فالمفروض ان احنا اول ناس. لا حضرتك قولنا يعني ايه بتشتغل اللي انت دفعتوا الفلوس بتشتغل ازاي مش فاهم. فاهمين حضرتك ديت انا هي. انه لما بيبقى فيه معاكم وديعه ولا لا احنا محتاجين الشقه دلوقتي. احنا اصلا الفلوس دي بتتحط في وديعه رقم واحد. حضرتك حجزت من يعني احنا 4 سنين ليه ما نستلمش؟ هقول لحضرتك. وفي ناس استلموا. هقول لحضرتك يا فندم. بص انا دايما عندي كلمه. ماشي يا استاذ عفيف. حاضر حالا هرد عليكي. انا دايما عندي كلمه اشمعنى انا ما في ناس استلموا. لا انا هرد على حضرتك استاذ عفيف. لقيت لو حضرتك لو معانا ترد عليا. استاذه عفيف كانت حاجه. ايوه مع حضرتك. طيب. خليكي معايا. حضرتك كنت حاجزه في القاهره الجديده يا فندم وما استلمتيش مظبوط ما خدتيش. ايوه في القرنفل. لا ده انت حاجزه كده دار مصر مش اسكان اجتماعي. القرنفل دار مصر؟ دار مصر مش اسكان اجتماعي. لا انا كنت فاهم اسكان اجتماعي. لا دار مصر يعني. دار مصر احنا خلاص. ده دار مصر يا فندم احنا خلاص بدأنا. الدفعه الثانيه. وبنكمل على طول. الناس اللي استلموا كانوا نفس دفعتك ولا اللي بعدك؟ لا هم كلهم حاجزين في وقت واحد بس الشقق بتخلص تباعا. الهيئه الهندسيه هي اللي بتنفذ المشروع. تدينا كل شويه مرحله فاحنا بنعلن عنها وبنسلمها. احنا هنعلن خلال يومين بالظبط عن مرحله جديده يا فندم في القرنفل. لا ده بعدنا ده في ناس بعدنا كمان اخذوا واحنا اول دفعه. طب اسمعي بس يا استاذ عفيف عشان استاذ هاني بيديك المعلومه الاكيده دلوقتي. مفيش حاجه اسمها بعدك يا فندم. هي يا اما مرحله اولى يا اما مرحله ثانيه.
فالمرحله الاولى كلهم حجزوا في وقت واحد وطلعت النتيجه في وقت واحد بنسلمهم تباعا الوحدات اللي بنستلمها من الهيئه الهندسيه. التسليم للناس دي بناء على ايه؟ اختيار الناس اللي بتستلم بناء على العمارات اللي جاهزه. ايوه عايز اعرف كده. بناء على العمارات اللي جاهزه عندي يا فندم. يعني ايه العمارات اللي جاهزه؟ ما انا عندي مثلا عفاف مثلا وسوسن الاثنين مقدمين، اشمعنى سوسن تاخد وعفاف لا؟ العمارات اللي جاهزه عندي، انا عندي عفاف خايد في العماره رقم 3 وسوسن خايد في العماره رقم 6. العمارة رقم 6 الزون اللي فيها خلص الاول هسلم 6 الاول الزون اللي فيها. العمارة رقم 3 اتاخرت في التسليم هيسلم بعدها. انا فعلا كده تعبانه طبعا. ما هو مش 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 مش, مش طب افضليه حد ثاني فيها. طب احنا بنفهم بس احنا خلال يومين اللي هيحصل خلال يومين هنعلن عن دفعه ثانيه في في القرنفل نبدا نسلمها ان شاء الله. ودلوقتي احنا بقى عندنا دلوقتي من الهيئه الهندسيه جدول تسليم متسارع ان شاء الله خلال يومين ان شاء الله الدفعه الثانيه بكل الدفعه الثانيه. سمعتي يا عفاف؟ يعني الدفعه الثانيه انت بقى خلال يومين هيعلن يا عفاف عنها. ماشي يا رب تكوني انت بس حضرتك في الدفعه الثانيه دي ان شاء الله. هو احنا حاجزين انا وولادي يعني زوجي طيب. واثنين ولادي. طب دلوقتي عفاف بس المعلومه الاكيده من وزاره الاسكان ان شاء الله خلال يومين هيعلن عن الدفعه الثانيه. القرنفل دي متميزه جوار الرحاب. طبعا دي جنب القرنفل والبنفسج. منتظرين جنب الرحاب على طول وجنب مدينتي منطقه متميزه. القرنفل دي منطقه متميزه ما شاء الله لان هي ما بين الرحاب وما بين التجمع صح؟ مدينتي. تمام يا عفاف، يومين ان شاء الله باذن الله وتعلن المرحله الثانيه. مين معانا يا شباب؟ استاذ محمد اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ هاني. ايوه يا فندم. لو سمحت انا الاعلان الثامن التكميلي. انا لسه كان عندي سؤال عليه دلوقتي. الاعلان السابع التكميلي. الاعلان السابع التكميلي اللي هو كان 5/2016. 6 اكتوبر. 6 اكتوبر. بدانا نسلم يا فندم. انا حضرتك اتعمل لي استعلام وكل ورقي كله تمام وتحولت على بنك القاهرة. تمام. فلقيتهم البنك رفضني بسبب ان انا متأمن عليا قبل التقديم بثلاث شهور، هو عايز ست شهور. وده ما كانش موجود في كراسة الشروط خالص. لا حضرتك احنا لغينا اصلا التأمين خالص، حضرتك ممكن تسيب بياناتك وانا اتواصل مع حضرتك بعد الحلقة. احنا الموضوع التامين ده لغيناه خالص ونبعتك لصندوق التمويل العقاري وتواصل مع البنك ويحل مشكلتك. انا بشكرك يا استاذ هاني. محمد لو سمحت استاذ محمد هتسيب رقمك. خلوني ارجع بس للمواطن الكريم حسني. عم حسني اللي اتصل من شويه وكان كلمنا فعلا من فتره قبل كده، هو كفيف وعنده اطفال كلهم عندهم اعاقات وحالته صعبه الحقيقه جدا، واحنا من فتره لما كلمنا تواصلنا مع المحافظه والمحافظه قالوا لا ما فيش حاجه ليه عندنا، يعني ما يقدرش نديله حاجه. فتواصلنا دلوقتي مع الدكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيره التضامن وطبعا استاذ القانون الجنائي في اكاديميه الشرطه، ومعانا هاتفان. يا سياده المستشار تحياتي يا فندم. صباح الخير يا فندم وعلى ضيفك الكرام يا فندم. يا صباح الفل. وانا معايا استاذ هاني يونس. طيب بمناسبه اعياد الشرطه يا فندم. وحضرتك طيب لسه طيب. كنت هقول لك يا فندم كل سنه وانتم طيبين واحنا جميعا طيبين. متشكر يا فندم. اولا اسمح لي اقول لحضرتك الف مليون شكر، لانه انا لما يجي لي مكالمه على الهواء متصل هو اللي كلمنا كان مواطن كريم كان بيتفرج علينا من فتره وكان عنده مشكله واحد ضيوف الكرام ساعده بجد حتى بره الهواء بقى فضل معاه لغايه ما الحمد لله ساعده، انا دي حاجه بتسعدني جدا. فانا عندي متصل كريم اسمه محمود العوضي يوسف ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصه، وحضرتك بالفعل فضلت معاه وحلت له مشكلته. الف مليون شكر يا سياده المستشار. فندم تحت امرك وهي دي مصر واحنا كلنا في خدمه مصر يا فندم. وطمعانين بقى في حاجه تانية، عم حسني الرجل الكفيف اللي معانا على الهوا وهحكي لك مشكلته ايه. معلش يا استاذ هاني دقيقه واحده يا عم حسني اتفضل. واحده واحده كده بالراحه قول لسياده المستشار مشكلتك ايه. صوت وحش هنطلبه تاني. هو سياده طيب. عم حسني عنده اولاد معاقين كمان وهو كفيف. بالظبط. وكان محتاج واحده او يعني سكنيه. واحده سكنيه يا فندم من وزاره التضامن بتاخد منها جزء يمكن من الاسكان للحالات الحرجه والحالات فبنقدر نساعده ازاي يا سياده المستشار؟ والله يا فندم يتفضل عندي. هو انا طبعا يمكن الاسكان بيبقى تبع وزاره الاسكان، لكن احنا هنحاول احل له مشكلته سواء من عندنا من الوزاره او من اي مكان اخر. يتفضل يجيني يا فندم. الله يخليك. ان انا هذلل له كل العقبات. الله يخليك يا رب. الله يخليك. وبعدين انا معايا اهو الاسكان
في الاستوديو معايا التضامن الاجتماعي على التليفون. فيعني ان شاء الله يا رب نقف مع الراجل ده. امانه عليك يا سياده المستشار. لا تحت امرك. الله يخليك. هيرجع وهيقول لك ان انا بذلت مع كل اللي انت عايزاه. احنا رجع لنا تاني. الله يكرمك يا سياده المستشار. يا عم حسني اتفضل. انا دلوقتي قاعد في المترو. خلي بالك يا استاذه مني. انا دلوقتي قاعد واستعجلت من امبارح في المحافظه ومجلس الوزراء وكل حاجه اللي انت بالك فيها. طيب بص يا عم حسني. أيوة اسمعني كده. انا دلوقتي معايا على التليفون سامعك وسامعني المستشار محمد درويش. المستشار محمد درويش ده في وزاره التضامن الاجتماعي حاجه كبيره قوي هناك في الوزاره. العجوزه. وزاره العجوزه. مقدم شكوى ليا في اسمي هناك. طب اسمع بس. انسى بقى الشكوى دلوقتي. احنا هندي تليفونك لسياده المستشار. هو دلوقتي وعدنا على الهوا باذن الله هينسق مع استاذ هاني يونس في الاسكان. وان شاء الله ان شاء الله يساعدوك باذن الله. مش هيسيبوك الا وانت ان شاء الله يا رب باذن الله ربنا يقضي حاجتك ان شاء الله. في 19 شارع المراغي في دقه. يجي لك هتروح ل 19 شارع المراغي في الدقه وزاره التضامن. بعد اذنك ممكن تبعتي لي العنوان ده في الرساله عشان انا من عينيا. من عينيا. حاضر انا فاهمه. حاضر حاضر. انت تليفونك معانا. هنبعت لك العنوان على رساله وخلي بس حد وهو بيوصلك يقرا الرساله دي. يجي لك يا سياده المستشار امتى؟ يجي لك يوم الحد مثلا الجاي؟ يتواصل معايا تليفونيا يوم الحد عشان اكون في انتظاره. يعني يعمل حسابه ويجي لك يوم الحد؟ يتواصل معايا يوم الحد عشان يتاكد ان الله تليفونيا ويديني اهلا وسهلا بيك. وندي رقمك بعد اذنك؟ يا فندم. بشكرك كتر الف خيرك يا سياده المستشار. شكرا ليك. عم حسني بقى خليك معانا. مطول انت معانا شويه. هندي لك كده رقم من سياده المستشار. يوم الاحد الجاي ان شاء الله الصبح هتكلمه وتقول له انا عم حسني اللي كلمت صباح دريم. هيدي لك ميعاد وتروح له يا الاحد يا الاثنين ان شاء الله باذن الله. يعني انت دلوقتي هتبعت لي الرقم حالا. هيجي لك على رساله. حاضر. رساله عاديه مش كده؟ مش واتساب. رساله عاديه. ماشي. الرقم بعد اذنك. حاضر حاضر. طبعا هبعت لك رقمه وانا بعت لك على العنوان بتاع الوزاره وكل حاجه. حاضر يا عم حسني. ربنا يا رب يتولاك برحمته ان شاء الله ويوفقك يا رب. مين؟ منى القاهره. اتفضلي يا منى. مساء الخير يا فندم. صباح الخير. معلش انا اسفه. صباح النور. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ربنا يا رب يخليك يا استاذه منى ويطول لنا في عمرك يا رب بحق جاه النبي. الله يكرمك يا رب. بصي حضرتك انا ساكنه ايجار جديد ب 600 جنيه وبعد كده طبعا الايجار بتاع الشقه انا كنت ساكنه فيه بقالي 15 سنه. البيت كله صاحب البيت عامله كله ايجار جديد. كل الشقق اللي انا ساكنه فيها كلها ايجار جديد. فين؟ في العماره في عين شمس. وانا ساكنه فيها بقالي 15 سنه. اتجوزت فيها وخلفت فيها وكل حاجه. طبعا انا جوزي راجل سمكري. فطبعا من كتر الضغط السكر عنده وعنده ضغط وجاله سكر جات له جلطه في عينه. عملت قفلت عينه والعين دي اليمين. عين الشمال فيها نزيف. وطبعا هو قاعد دلوقتي في البيت ما بقاش يشتغل. وطبعا شغل السمكره مش نافع معاه عشان خاطر عينيه. فانا طلعت طبعا اشتغل واكمل مصيري معاهم. وعندي ولد وبنت توأم. وعندي بنت كمان يعني مريضة. طيب انت طب ممكن تقولي لي يا منى عشان بس معايا اتصالات كتير. ايه المطلوب؟ المطلوب ايه يا منى بالظبط؟ خليكي دقيقة. المطلوب يا فندم معلش يعني لحد يعمل لي معاش اعيش بيه. ما هو معاش ده مش استاذ هاني. ممكن بناتها تتضمن برضه. تضامن. ممكن بناتها تتضمن برضه. انا رحت قدمت يا فندم ونزلوا قالوا لي هينزلوا بحث عنك. انا قدمت باسم بنتي علشان خاطر بنتك مريضة. طب بصي يا منى بصي. احنا دلوقتي احنا بس هنتواصل تاني نرجع للمستشار محمد درويش. هنحاول نعرف الشروط اللي انت الحاجات اللي انت قلتيها دي ينطبق عليها معاش استثنائي ولا لا. هنكلمه لك حالا. ممكن يا شباب استاذنكم نكلمه لو سمحتوا ونقول له على حاله منى وناخد رقم منى بس. محمد الشرقيه اتفضل يا محمد. استاذ محمد. طيب معلش بعتذر. حاول تكلمنا مره تانية. انا عايزه بس الاسئله اغلب الاسئله او اسئله كثيره كده جدا جايه برضو على اسكان 2008 في الزقازيق مثلا. ده وضعه ايه؟ 2008 و2010 و2007 و2006 ناس مقدمين من زمان قوي. احنا قبل ثوره يناير كان في مشروع قومي للاسكان كان وزاره الاسكان بتنفذه. الوزاره في 2008 اعلنت عن غلق باب الحاجز في هذا المشروع. غلق باب الحاجز في هذا المشروع. ولكن للاسف الشديد بعض المحافظات استمرت في تلقي طلبات الحجز من المواطنين وتلقي كمان مقدم الحجز اللي كان 5000 جنيه ايامها. المحافظات مش وزاره الاسكان. الناس دي طبعا قامت الثوره لا حد بنى ولا حد عمل.
وللاسف الشديد المواطنين وتثابت زي ما هي كده بالظبط كده. 40,000 مواطن مقدمين في الوحدات دي في اكتر من محافظه, وللاسف الشديد ما حدش بنى خالص. فلوس راحت فين؟ احنا كوزاره اسكان الفلوس راحت فين؟ الفلوس في البنك تعملوا الاسكان, هم كانوا عايزين في البنك. احنا كوزاره اسكان لان طبعا في الاول احنا كلنا حكومه وكلنا دوله واحده, تقدمنا الطلب لمجلس الوزراء ان احنا نحاول نضم هؤلاء المواطنين الى مشروع الاسكان الاجتماعي الجديد اللي بتنفذه الوزاره حاليا, وبالفعل ضمنا وخدنا قرار بالموضوع عشان نحل مشكله الناس. احنا اللي بادرنا عشان نعمل كده. دلوقتي الناس طول النهار ماسكين فينا, احنا بقولوا فين شوقنا يا وزاره اسكان, او انا ما حاجتش عندنا خالص, بس احنا بنحل المشكله الحمد لله وسلمنا حاجات عشان في النهايه يا فندم دول مواطنين برضه. انا عارفه ان مش في عهدكم حتى لو في عهود سابقه, بس في النهايه هو مواطن وإحنا بدلنا حقه عند الدوله, واحنا بادرنا وحلينا المشكله, و3000 واحد دلوقتي استلموا الحمد لله من 40,000, وبنحل مشكله الباقيين تباعا ان شاء الله. كل واحد بيشوف ورقه ونفرزه بالتعاون بيننا وبين بنك التعمير والاسكان عشان خاطر نسلم كل من له حق في هذا المشروع. طيب ميعاد القرعه التكميليه لسكن مصر برضو سؤال جاي كتير ورا بعضه. ما فيش قرعه تكميليه لسكن مصر, ما هو برضو الناس المواطنين حد اعلى بيجيبوا المعلومات الغلط دي منين يا فندم؟ بص يا فندم, ان المواطنين للاسف الشديد دلوقتي اللي بيعملوا ايه, يعملوا الحاجه اللي هم عايزين يعملوها ويضغطوا بجروبات على الفيسبوك وجروبات في على لجان الكترونيه على الاعلاميين كمان, وبعدين يصدقوها ويبداوا يطالبوا بيها, وخلاص بقت امر واقع. زي الاستاذ اللي اتصل من شويه وقال ان في تصريحات بالنسبه للتاب, ما حدش صرح خالص اصلا, ماشي. وحتى ما حضرتك قلت له قول لنا مين اللي صرح, ما حدش يقول, بيقول حد مشي. اولا 6 اكتوبر ما حدش مشي منها من ساعه ما جه, بقى لنا رئيس الجهاز بقى له 3 4 سنين من قبل حتى دار مصر دي, فما حدش مشي. رقم 2 تكمليه في موضوع سكن مصر التكملية. حتى الان عشان الناس تبقى واضحه, حتى الان لم يعلن ان في تكمليه او ما فيش في سكن مصر, لم يعلن. والسؤال ده اتسالت فيه برضو امبارح, لم يعلن حتى الان, لم يعلن حتى الان ان احنا عملنا القرعه. الناس اللي طلعوا في القرعه خلاص, اللي ما طلعوش عايزين تكمليه, واللي طلعوا بيقول لك فين الاسانسير وفين القصور وفين الصيانه وفين الامن. ممكن اسالك سؤال يا استاذ هاني؟ انا عارفه ان السؤال اللي هساله ده ممكن يبقى يعني اتمنى ما تفهمش غلط, وانا هكون دقيقه جدا في اختيار كلماتي, ويمكن ما اتسالتش حركه السؤال ده قبل كده في الاعلام او اتسالته ما اعرفش, بس لا اظن. يعني احنا برضو في مشكله السلوكيات عندنا, ومش عايزه اكون بعيب على حد, بس على سبيل المثال سمعنا اصلا احنا رحنا الاسمرات لما كانت لسه بتتبني, ورحنا بعد ما الناس استلمت, شفنا الجمال والمساحات الشاسعه واللاندسكيب, شفنا منظر جميل جدا. سمعنا والبعض شاف ده انه بعد كام شهر بس المكان اتبهدل قوي, وانه في ناس حتى بيقول لك يعني في بعض الناس ممكن تبقى باعت جزء من العفش مثلا, قول ما كانت بهدل وبقى في قمامه في الارض او كده. انا النقطه دي يا فندم نفسي اوجه كلمه لكل حد, احنا لما الدوله بتشتغل على مشروع اسكاني, مشروع سكني, الهدف مش بس ان انا ادي لك حيطان تسكن فيها, عايزين ننقل الحياه, ننقل فرق حياه بقى, اللايف ستايل يختلف, طبيعه الحياه تختلف, من منطقه فيها قمامه في كل حته, فيها تكاتك ركنه مش عارفه عامله ازاي, فيها ضوضاء, فيها كذا, لمنطقه جميله, لحياه جميله راقيه, لانه حضراتكم تستاهلوا الحياه الراقيه دي. فالدوله شغاله على ده, النقله دي انا نفسي تفضل موجوده. طيب حضرتك سالتي في الاسمرات, الاسمرات الحمد لله ما حصلش فيها الكلام ده. اولا موضوع البيع هم ما عرفش يبيعها لانه اصلا مش ملكه, بس كان في سمسره كانت بتحاول تدخل في الموضوع, كان في سمسره بتحاول تدخل تقييم بالظبط كده, انما هو بيدفع ايجار عن الوحده يعني هو مش متملكها. موضوع بقى الوحدات تلفت او المكان ما عادش نضيف, الحمد لله اعتقد ان ما حصلش, لان الحمد لله المحافظه هي مش تخصص وزاره الاسكان, بس انا بحكم الشغل بتاعنا والتواصل معانا المستمر وعندنا اجتماعات في بخصوص حاجه تانية مهتمه او يعني مرتبطه بالاسمرات اللي هي نقل اهالينا, وانتم صورتوا حتى في معاهم, صورنا قبل بعض الطميه الوحدات اللي كان جنب ورا الطميه هايتس ونقلناهم للاسمرات. فعندنا اجتماع وكان بيكون حضره رئيس حي الاسمرات كل اسبوعين. في الاجتماع ده مثلا على سبيل المثال الراجل رئيس حي الاسمرات وراجل محترم وليه جهد مشكور, قال ايه؟ قال لو حتى عايز يصلح التلفزيون بتاعه لازم ياخد اذن من الحي الاول انه يطلع التلفزيون بتاعه يصلحه بره, لان طبعا انت عارفه ان الوحدات دي الناس استلموها بالعفش بالاجهزه الكهربائيه ماشي. لو حد عايز يعمل اي حاجه في شقته ويصلح فيها شقته زي الكومباوند لازم ياخد اذن الاول من الحي. الحمد لله هم محافظين حتى الان على الحي, على المشروع, على الانجاز. ما حصلش يا فندم بعض السلوكيات؟ لا احنا سمعنا ده. انا ما شفتش الامانه احنا والله. سمعنا ماشي. بس يعني ونرجو ماشي, وده ملوش علاقه وده ملوش علاقه بالاسكان, انا بتكلم عموما الناس العاديه اللي ساكنه. كل المخاطبه اللي حضرتك قلتيها دي, أيوة لان طبعا. الدوله فعلا الاسكان الاجتماعي مثلا على سبيل المثال, الاسكان الاجتماعي الدوله بتديك وحده سكنيه ثمنها بعد 30 سنه وبعد 20 سنه ثمنها ما تدفعه كله بالاقساط بالفوائد بكله, هي بتتباع دلوقتي
بالثمن ده بزياده عن الثمن ده فالمفروض تحافظ عليها. لكن بعض المواطنين للاسف الشديد دول الارض بالذات اول ما ياخد الوحده هتلاقيه هد البلكونه وعملها باب وبقى قلبه بمكتب اداري او تجاري. احنا طبعا عندنا حق الضبطيه القضائيه وقفلنا الحاجات دي وحولناهم للنيابه وبقت قضيه. ولكن في بعض المواطنين ما بيعملوا الكلام ده، ما بقولش كل المواطنين لكن بقول بعض المواطنين. بعض المواطنين بيستلم الوحده ما بيسكنش فيها وبعدين يسيب الحنفيات مفتوحه فتلاقي المايه سابت طول الليل على الشقه اللي تحتيه والناس تيجي تشتكي انت الوزاره انتوا سايبين العماره منشعه، نروح نشوف نلاقي اللي فوقيه هو اللي سايب الحنفيه مفتوحه وما سكنش فيها. بعض المواطنين ما بيدفعش عشان يجيب السباك يعمل له الماسوره اللي ضربه في شقته، احنا عارفين ناخد منهم فلوس صيانه عشان نصين الحاجات العامه. حضرتك عارف طبعا انه في مناطق زي الرحاب ومدينتي، بس ده مش تبع الاسكان طبعا، دي مشاريع خاصه فخيرة. حاجه فخيره وجميله، بس برضو فيها مناطق كتير لغايه دلوقتي بتشتكي من السباكه. ولما سكنوا من كام سنه برضو في شكاوى من السباكه هناك. طبعا دي شركه خاصه. عشان انا بقول انا فاهمه ان دي شركه خاصه، بس انا بتكلم انه انا فاهمه ان المواطن بياخد حاجه وبيبقى عايز حاجه افضل كمان، وده طبيعه بشريه فينا بالزبط. بس احنا اللي علينا نعمله ان الاساسيات دي نديها له وهي 100 100 متشطبه كويس. احنا بنقول حتى الاسكان الاجتماعي اللي هو اقل حاجه بنعملها والمحدود الدخل بنقول لو ما عجبتكش التشطيب لقيت التشطيب مش كويس ما تستلمش. الوزير نفسه بيقول مش انا اللي قلت، قال ما تستلمش لان احنا بندفع فلوس للمقاول في الحاجات دي، فمش معقوله ندفع فلوس للمقاول يديك حاجه مش كويس. طيب انا عندي 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 تليفونات ثانيه يا شباب، هنلحق ناخد تليفونات قد ايه؟ طيب اخد البير. صباح الخير يا البير. استاذ البير صباح الخير يا فندم. طيب استاذ حسن، استاذه هند، مين؟ انا مع حضرتك. مين استاذ هند؟ استاذه هند اتفضلي يا فندم. احنا حاجزين جيل استعلام على مدينه بدر. مدينه بدر؟ ايوه. على مدينه بدر، بس ما جالناش لسه لا استعلام ولا اي حاجه ومش عارفين هنستلم امتى. احنا مقدمين في الكراسه الزرع هي اللي هي الثامن. الكراسه الزرع يعني الثامن. تمام؟ مقدمين في اللي هي الكراسه الزرقاء. انا قلت من شويه يا فندم الكراسه الزرقاء احنا ان شاء الله من اول مارس هنبدا الاستعلام ثم التسليم للمواطنين تباعا حتى نهايه العام، لان انا قلت احنا اتاخرنا لان تحرير سعر الصرف ترتب عليه ارتفاع اسعار مواد البنى ثم توقف الشركات المقاولات عن التنفيذ ثم صدور قانون التعويضات وبداوا الحمد لله ينفذهم. تعويضات المواطنين اللي بيقولوا انتوا اتاخرنا في التسليم، الدوله تحملت عن هؤلاء المواطنين 7 مليار جنيه على الاقل تعويضات للمقاولين عشان يكملوا شرحناها دي كتير عشان يكملوا مشروعاتهم عشان ما يتوقفوش اكتر من كده. اللي انا طبعا انا على فكره يا جماعه انا بجد للمواطن في اي حاجه، انا طبعا مهمتي ان ادافع عن الوزاره، لكن في وقت كتير يمكن ما تشوفوش الكلام ده، بكون انا صوت المواطن في اجتماعات في الوزاره والله، بس في حاجات منطقيه لازم المواطن يقدر ويحط نفسه مكان الوزاره. زي احنا ما حطينا مكان نفسنا مكانه، والسياده الرئيس كلف ان ما يتحملش المواطن ولا مليم زياده بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع اسعار مواد البنى، وقال ما تزودوش عليهم حاجه على اللي هم حجزوه، والدوله تكفلت ب 7 مليار جنيه للمقاولين. هو يحط نفسه مكان اخر ويقول ان احنا ما كانش عندنا ذنب في ان الدوله خدت قرار تحرر سعر الصرف ثم المقاولين توقفهم، وما يجيش كل يوم اتاخرت في التسليم. انا اتاخرت مش مزاجي، بس هو برضه طبيعي لازم يسال يا فندم. انا فاهمه، بس هو طبيعي لازم يسال على عينه وهو لو مش شايف حضرتك في البرامج على الهواء بتشرح ليه التاخير حصل او المرحله اللي جايه ايه، هيبقى عنده قلق برضه ان الفرصه راحت منه. انا عايزه يسال، مفيش مشكله، وعندنا خطوط ساخنه للسؤال. انا بقول لحضرتك اتفضلي. بقول لحضرتك مدينه بدر يعني ابتدى التسليم فيها ولا لسه؟ مدينه بدر يا فندم بدانا التسليم فيها ومستمرين. مدينه بدر بيتعمل فيها حوالي 45,000 وحده سكنيه للمشروع الاسكان الاجتماعي في الاربع سنين دول. 45,000 وحده سكنيه دول تقريبا ضعفين او ثلاثه اللي اتعملوا فيها منذ انشائها، فعدد كبير جدا بيتعمل. سلمنا حوالي 7,000 وحده من ال 45,000، وبنسلم دلوقتي 3,000 في الفتره اللي حضرتك بنتكلم فيها دلوقتي، وهنبدا لحد اخر العام تسليم المستحقين ومنهم حضرتك والاعلان التاسع اللي حجز فيه كمان. بشكرك يا هند. استاذ حسن اتفضل يا فندم. استاذ حسن اتفضل. معاك يا فندم. اتفضل يا فندم. مبدئيا يعني انا بشكرك جدا عن الافكار اللي حضرتك بتعمليها، وبرنامج جدا انا بحبه جدا من غير ما اتفرجش على توك شوز. الله يخليك. انا بدل ما بقلب القناه بلاقيكي لازم اتفرج على حضرتك. الله يخليك يا فندم، الله يخليك، ده شرف ليا والله. هو عفوا يا فندم، انا كنت في الاعلان الخامس من 2015 انا مقدم.
وفي الوقت الحالي انا في مكتب الاستعلام، وكل ما اتكلم صندوق التمويل العقاري على 1188 ما بعرفش اوصل لاي معلومه، وانا يعني حياتي واقفه تقريبا على ان انا استلم الشقه، والاستعلام لحد دلوقتي ما جانيش، وقدمت كذا مره طلب استعجال، وانا بقول بقى لي فوق 6 شهور لاخر مره يعني. فانا خليك معايا، خليك معايا عشان حاسس ان الموضوع حياتك واقفه عليه، فايت هاتك سيب لي بياناتك وانا هخلي استعجال يجيلك بسرعه بجد؟ ان شاء الله. ان شاء الله. الله يا استاذ هاني، الله يا استاذ هاني، دي حاجه سهله الحمد لله. طب الله يخليك يا رب، او نبي الاستعلام يروح. انا بشكرك جدا، عارفه حضرتك جدا. حاضر يا هاني، حاضر يا استاذ حسن. حاضر، ال هتسيب بياناتك لو سمحت يا شباب، بعد اذنكم هناخد بيانات حسن واستاذ هاني هيستعجل له الاستعلام. مين يا شباب معانا؟ طيب على بال بس ما يعني عشان مش عارفه لسه هناخد اتصالات تانية ولا لا، عايزه بس اسالك على العشوائيات، شغالين في ايه دلوقتي؟ مثلث ماسبيرو وضعه ايه دلوقتي؟ عشان ده اللي طالع دلوقتي على الساحه بنتكلم فيه كتير. العشوائيات طبعا احنا الدوله المصريه عملت فيها جهد في الثلاث سنين ونص اللي فاتوا دول، طبعا ما حصلش برده تاريخها، احنا عمرنا ما شفنا حد بينقل الناس من البيوت اللي سافح الجبل واللي في مقر السيل والتحت اسلاك الكهرباء الضغط العالي وينقلهم لشقق بالجمال بتاع الاسمرات ومفروشه كمان بالعفش، وفيها انا معجبه بالاسمرات جدا من ساعه ما رحتها، وفيها كمان الاجهزه الكهربائيه وفيها ملاعب، فيها مدارس مش موجوده في القاهره نفسها في المحافظه في المناطق العاديه. احنا انتهينا حتى الان من 25000 وحده سكنيه في بالنسبه لتطوير المناطق العشوائيه، بننفذ 87000 وحده سكنيه اخرى وفي كل مناطق اللي فيها المناطق غير الامنه على مستوى الجمهوريه. احنا مثلا انتهينا من الاسمرات طبعا، دول اللي كانوا في مدينه نصر ونقلناهم، وبعض الاماكن الثانيه في القاهره نقلناهم الاسمرات. عندنا منطقه القابوطي في بورسعيد، عندنا منطقه عشش محفوظ في المنيا نقلناهم، عندنا منطقه جميله جدا في السماكين في سوهاج، ودي منطقه على النيل مباشره. تخيل حضرتك سكان المناطق العشوائيه غير الامنه يفتح الشباك الصبح يلاقي النيل قدامه، في منطقه بديعه في السوهاج، وعملنا لهم شقق زي الفل متشطبه تشطيب كامل والسلم المفتاح. وكان في المقابل، وكان في المقابل عندي مواطن في الوراق كان برضو على النيل باصص، بس وضع يد او تعدي على ملك الدوله، بس مش من حقه. فانا قصدي اقول، قصدي أيوة اقول ان ده باصص على النيل وده باصص على النيل، بس ده شرعي وده مخالف بالظبط كده، والمخالف ما قلناهوش اطلع بره، قلنا له بس تعالى نتكلم مع بعض بالظبط، ده اللي بتعمله الدوله دلوقتي بالظبط. فعندنا مناطق كتيره شغالين فيها في كل المحافظات تقريبا اللي فيها مناطق عشوائيه غير امنه، وعندنا هدف ان شاء الله او تكليف من سياده الرئيس ان 2018 تكون نهايه المناطق العشوائيه غير الامنه، المناطق اللي كانت يعني استعير سياده الرئيس كلمه سياده الرئيس اللي كان بيقولها بيعيرونا فقرنا في المكان ده، لكن انا مش هسكت، ده كانت كلمته الواضحه جدا. والحمد لله ما سكتش، والحمد لله الدوله خصصت 14 مليار جنيه في الفتره الاولى دي عشان ننتهي من هذا الكابوس اللي كان بيؤرق علينا كلنا حياتنا. ف 2018 هيكون نهايه المناطق العشوائيه غير الامنه ان شاء الله باذن الله. استاذ حماده اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. لو سمحت كنت بسال عن الاعلان بتاع الكراسه الزرقاء والحمراء. حضرتك انا كان ليا شكوى، انا اتقدمت للاعلان ولحجز شقه، وبعدين باجي استفسر من 11 من الرقم بتاع الاسكان الاجتماعي فبيقول لي تم رفض او تعليق طلبكم، فتواصلت مع الخط الساخن وعرفت انها بسبب الاقرار المالي، فانا دلوقتي شغال شغله حره سواق، فبعدين بيقول لي ان انا تم رفض طلبكم ومش عارف اتواصل مع حاجه معينه ان انا ادي الاقرار بتاعي المالي لحد معين. يعني ايه مفيش رد؟ يعني ايه حضرتك تم رفض طلبكم بسبب الاقرار المالي؟ يعني ايه الاقرار المالي؟ مش فاهم. انا شغال شغل حر يا فندم، بجيب الاقرار المالي. الشغل الحر يا فندم، الشغل الحر كله بنقبله في المشروع، وعندنا ناس كتير جدا بيشتغلوا مسوقين وبيشتغلوا سباكين وبيشتغلوا في مهن حره كاشير، بيشتغل في محل مطعم ايا كان الشغلانه، ترزي وخدوا وحدات، بيجيب حاجه اسمها شهاده اثبات الدخل من محاسب قانوني معتمد. المحاسب قانوني بالظبط كده، وبيقدم وبياخد الوحده السكنيه، وعندنا كتير جدا استلمهم. انما حضرتك اترفضت عشان يمكن ما قدمتش الشهاده دي، انما ما اترفضتش عشان بتشتغل سواق صح؟ صحيح. الايه؟ انا قدمت يا فندم الشهاده دي وبعدين قال لي يعني ما جاليش طلب بالموافقه او الرفض عليها، انا جبت شهاده معتمده من محاسب قانوني مالي.
ماشي وما قالوش رد اصلا. امال حضرتك بتقول رفضوك، رفضوك ليه؟ هو اللي سعادتك الاستفسارات لما نزلت، انا شغال سواق بعربيه خاصه تمام بتاعه واحد يعني بودي عمال لشركه تمام. الاستلام انا ماليش علاقه بالشركه خالص نهائي. ايوه انا مجرد ان انا سواق على العربيه بتاعت راجل. ايوه انت سواق للشخص اللي بيشتغل في الشركه ده، بس انت مالكش علاقه بالشركه. ماليش علاقه بالشركه، انا باخد اجري من صاحب العربيه. طيب هو الاستعلام ممكن ان انا اركب العربيه عنده او عند غيره. هو مقدم حاجه بس ما بيشتغلهاش. طب يعمل ايه؟ ماشي، فكان المفروض يقدم الحاجه اللي بيشتغلها. هو بيشتغل مع الراجل ده، كان جاب الشهاده من اثبات الدخل ده من المحاسب. انما الاستعلام ما بينزل، ما هي دي فايده الاستعلام. ان انا بنزل، لازم اكون دقيقه في البيانات اللي بكتبها. انا الورقه اللي بتجيلي بعتمدها ان انت صادق فيها وانت مظبوط. ماشي، لو نزلت لقيت حد غير كده خلاص بقى يقف الورق كله. الا بقى لو فاتك لا ممكن تقدم تظلم في صندوق التمويل العقاري ويبحثوا حالتك تاني لو في نزل لك، لان ممكن انت دلوقتي برضو الدخل هو سواء هنا او سواء هنا كده. فتفرق، فممكن تقدم التظلم ده اللي يقدمه ويكتب السبب ايه، ويكتب ان هو كان ان هو بيعمل سائق لدى شخص وليس لدى الشركه. بالظبط. تمام، هتعمل كده يا حماده لو سمحت. مين يا شباب معانا؟ استاذ محمد القاهره، اتفضل يا فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، انا كنت مقدمه على شقه الاسكان الاجتماعي من القاهره الجديده، وبعد كده حولت للشروق. دلوقتي الموقف، انا جاي عندي استعلام وكل حاجه. الموقف بتاعي دلوقتي ان انا بتصل بالصندوق عشان استعلم على الشقه، بيقول لي انت عليك ايقاف مؤقت لاختيار جهه التمويل، وارجع لوزاره الاسكان عشان انت مالكش اولويه. برجع لوزاره الاسكان يقولوا لي الاولويه بتاعتك مش موجوده علشان انت عليك ايقاف من الصندوق، واروح واكلم الصندوق يقولوا لي انت المفروض ترجع لوزاره الاسكان. رحت وزاره الاسكان مرتين واتصلت بالاستعلام بتاع خدمه العملاء بتاع صندوق الاسكان ومفيش اي نتيجه معاهم. طب سيب لي يا استاذ محمد بياناتك عشان خاطر ما حدش يوديك هنا ويوديك هنا تاني، وانا ان شاء الله هتواصل شخصيا ونشوف الموضوع بتاع حضرتك ان شاء الله. محمد ايه؟ معلش اديني اسمك بكامل بس. محمد ايه؟ محمد بيومي محمد. اهم حاجه بس تسيب رقم تليفونك. حاضر. ورقم بطاقتك، ده اهم حاجه. حاضر، ماشي يا فندم. حاضر. طيب، واحنا يبقى احنا يا استاذ محمد على الدوخه اللي دوخوها لك دي. معلش، اصل يا استاذ محمد ساعات كده، ساعات الحكومه بتحب تفسح المواطنين شويه. معلش، هم لقوك غالبا ايه قاعد في البيت فعايزين يفسحوك عشان خاطر برضو المشكلات اللي زي اللي صعبه محمد. جدا والله العظيم. طبعا عارف زي ايه؟ زي في مجمع التحرير كده، ما تدخل ايه مدام عفاف اللي في الدور الثاني، مدام عفاف تقول لك لا دي الاستاذه رباب اللي في الدور الرابع. ما هو يعني صعب. انا ما بفكرش ان في حاجات زي كده، عشان كده احنا بس برضو 600,000 وانت بتعملي 6,000. ماشي، بس احنا عشان خاطر نحل محمد وغيره، احنا ضمنا الصندوق دي كلها، صندوق تمويل عقاري مع صندوق الاسكان الاجتماعي، كل ده ضمناه في مكان واحد وبناخد لهم مكان واحد عشان المواطن ما يروحش باكتر من جهه يتحير بينها زي الفيديو محمد. يبقى احنا دلوقتي متفقين، لان انا بعتذر مش هقدر اخد تليفونات ثانيه عشان الوقت. احنا كده متفقين ان حضرتك هتبقى معاك ان شاء الله ارقام هاله فاروق المتصله وعبير اللي هي اسكان 2014 اللي خاصه بتاع شقه المنوفيه. يا جماعه انا مستعد، بس الاهم حاجه ادوها لي في الكنترول. حاضر حاضر. لا بس دول على الاقل الناس اللي اتكلموا واديناهم كلمه ان حضرتك هتاخد الارقام. بالظبط. عم حسني ده معانا خلاص ان شاء الله مع المستشار محمد درويش، ومنى برده مع المستشار محمد درويش ان شاء الله هنخلص لها الموضوع باذن الله لو لينا عمر. محمد، في محمد بس ما كتبتش محمد ايه يا شباب؟ محمد اللي كان قبل منى على طول، مش الاخير، مش بيومي. في محمد اللي قبل منى على طول، معاكم الاسم بالكامل؟ ده وعدناه ان احنا ندي رقمه. محمد عادل، برافو محمد عادل، ده برضو هندي رقمه الاستاذ هاني، طلب رقمه. واخيرا دلوقتي محمد بيومي، برضو هندي رقمه للاستاذ هاني. دي الناس اللي حضرتك طلبت اسمائهم. تمام كده، صح. سؤال اخير لحضرتك، حاليا دلوقتي احنا شغالين في ايه؟ احنا ادينا كده فكره عامه الاسكان والصرف، حاليا دلوقتي شغالين في ايه واولويات الاسكان ايه دلوقتي يا فندم؟ اقول لحضرتك احنا دلوقتي حاليا شغالين في الاسكان الاجتماعي، بنكمل الوحدات اللي الناس حجزوها، ال 355,000 وحده اللي انا قلت عليهم شغالين فيهم بتكلفه 71 مليار جنيه، بنخلصهم ان شاء الله على اول 19 هنكون خلصناهم. شغالين في دار مصر المرحله الاولى والثانيه المحجوزين، وبنسلم تباعا بالتنسيق مع الهيئه الهندسيه اللي احنا بنستلم منهم، بنسلمه للمواطنين. وشغالين احنا بقى بننفذ المرحله الثالثه، حوالي داخلين في 20,000 وحده سكنيه،
واصلين للدور الرابع والخامس ولسه ما اتحجزوش، في منهم في زايد، في اكتوبر، في اماكن مميزه في القاهره الجديده، في عدد من العبور، في العبور في عدد من المدن الجديده المحيطه بالقاهره الكبرى. عندنا سكن مصر حوالي 96,000 وحده في سكن مصر، اعلنا عن 40,000 وحده منهم، وعندنا غيرهم بننفذه بس لسه ما قلناش عنهم، منهم 4,700 وحده بتنفذهم في المنصوره الجديده في منطقه متميزه. المنصوره الجديده مدينه على البحر مباشره، بدانا فيها رشينا او حطينا حجر اساس المدينه على البحر. الوحدات هتبقى على البحر برضه؟ الوحدات مش على البحر طبعا، الاسكان الاجتماعي او سكن مصر مش على البحر طبعا. يبقى في السياحي على البحر، سرحنا وطلعنا على البحر كده قريب برضه. عندنا المدينه ديت الجميل فيها ان احنا من 3 شهور ونص او 4 شهور على اقصى تقدير وضعنا حجر الاساس. دلوقتي في وحدات بتتشطب، شوف السرعه. زمان كان في مدن بنقعد فيها من قد ايه كنا بنضع على البحر الاساس؟ 4 شهور وعندكم حجر اساس. لا انا اللي اتخضيت منها، اللي اتخضيت بجد منها العاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه احنا رحنا نصور يا جماعه، دخلنا لسه بقى بونا وحاجات تحت الارض واللي بيسموه ايه العواميد دي اللي هي البنا، خرسانات لسه في الاول. كان في جزء كده بالك كان متقفل معمول، بس الاغلبيه كان لسه. ما فيش بعدها بكام شهر حاجه بسيطه جدا ما شاء الله طلعت شوارع واسفلت وحاجات متشطبه لا يعني ما شاء الله الشغل اشتغل هايل. كل اسبوعين بنتخض من حجم الانجاز اللي موجود طبعا، لان المواطنين هناك القطاع الخاص بيدخل يا استاذ هاني في العمل في الحاجات دي، عشان برضه انا مش عايزه حد يبقى متخيل ان المشروعات دي كلها الهيئه الهندسيه بس هي اللي بتعملها. بندخل القطاع الخاص معانا، بنشغل الشباب معانا. هو ما فيش غير القطاع الخاص قولا واحدا، يمكن الشركه الحكوميه الوحيده اللي اعرفها شغاله هناك هي المقاولين العرب، ودي شركه طبعا مش حكوميه قولا واحدا يعني هي تبع وزاره الاسكان بس تقريبا هي بتتعامل كانها شركه قطاع خاص. معلومه برضو للناس، الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه لا تملك شركات مقاولات. الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه فهي تستعين بتشرف على التنفيذ ولكن بتجيب شركات من القطاع الخاص اللي بتنفذ. هديكي مثال، الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه هي اللي بتشرف على تنفيذ الكنيسة والجامع اللي في العاصمة الإدارية الجديدة. الكنيسة بتنفذها شركة أوراسكوم قطاع خاص، والجامع بتنفذه شركة المقاولين العرب. الهيئة الهندسية اللي بتشرف على تنفيذ المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، مين اللي بينفذ؟ شركة أبناء حسن علام وشركة أوراسكوم وشركة كذا وشركة كذا وشركة كذا، قطاع خاص، كله قطاع خاص. احنا عندنا في الحي الحكومي كل اللي شغال معانا قطاع خاص ما عدا شركة المقاولين العرب. عندنا شركة كونكورد، شركة درة، شركة كل شركات قطاع خاص اللي شغال معانا، اوراسكوم، طلعت مصطفى شغاله معانا في العاصمه الاداريه الجديده، كل شركات قطاع خاص. القطاع الحكومي قليل جدا اللي شغالين فيه. فقولا واحدا اللي يقول اللي ما فيش شغل القطاع الخاص، لا ده في شغل القطاع الخاص وبس. احنا عندنا العلمين الجديده، كل شركات القطاع الخاص دلوقتي شغاله معانا. احنا عندنا حوالي 15 برج في العلمين الجديده بيتعملوا دلوقتي على البحر مباشره. ان شاء الله بتروحوا كده في الصيف تصيفهم، هتلاقوا نقله في الساحل في منطقه العلمين الجديده. يعني القطاع الخاص موجود في كل المشروعات اللي وزاره الاسكان بتشرف عليها وبتنفذها. ولما نسمع في اي مشروع قومي انه الهيئه الهندسيه والقوات المسلحه اشتغلت، ده مش معناه من الاخر كده، مش معناه ان الجيش داخل واخد الشغل وسايب القطاع الخاص خالص. الهيئه الهندسيه بتستعين، هي ودورها الاشراف. واحنا عارفين الصراحه شركه مولات تملكها، واحنا عارفين ومجربين مليون مره الحاجه اللي الجيش بيشرف عليها من الاخر كده يعني جوده بالزبط. يعني كواليتي واون تايم، بتتسلم اون تايم. لا الدنيا بتبقى مختلفه الصراحه. استاذ هاني انا بشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا. شكرا على الناس اللي هتساعدها ان شاء الله، وانا واثقه انك انت هتتعامل معاهم باذن الله. استاذ هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان والكاتب الصحفي، بشكرك يا فندم. وهستسمح حضرتك ان انا يعني اخد كام دقيقه من اللقاء كده يعني اوجه كلامي للساده المشاهدين، لانه هي الكلمات هتبقى صعبه جدا وتبقى طالعه صعبه يعني، بس انا هقولها بسرعه عشان مش عايزه الموضوع يبقى فيه مشاعر انسانيه. النهارده ده اخر لقاء بيجمعني بحضراتكم في صباح دريم، لكن مش اخر لقاء ليا معاكم في دريم. الحقيقه انه يعني اداره القناه الدكتور محمد خضر تواصل معايا وقال لي انه مرشحني لتقديم برنامج مسائي جديد ان شاء الله هطل على حضراتكم يومي الخميس والجمعه من كل اسبوع الساعه 10 مساء. يعني انا عندي مشاعر بقى متلخبطه كتير، وما كنتش عايزه اللحظه دي اصلا تيجي، ومن امبارح قاعده بقول انا مش عارفه اقول ايه والله، والكلام طالع كده لوحده. يعني انا سعيده طبعا جدا بالفرصه دي، وانا عارفه انه فكره تقديم برنامج مسائي ده يمكن بيبقى حاجه تانية او انتقال لمرحله اخرى من التوك شو بقى المسائي، بس انا الحقيقه كان في قلبي طول عمري الصباحي، بحبه جدا. وانا خبرتي كانت في الاي ار تي زمان في البرامج الصباحيه، خبرتي في صباح الخير يا مصر اللي شرفت بالعمل فيه 4 سنوات في التلفزيون المصري كانت صباحيه، سنتين كاملين. احنا لسه الاسبوع اللي قبل اللي فات كنا بنحتفل مع حضراتكم بالسنه الثانيه لانطلاق صباح دريم في شكله الجديد. سنتين كاملين اشتغلت معاكم في صباح دريم،
كنت بطل على حضراتكم يعني الصبح، كنت ببقى سعيده قوي بكل التعليقات. شكرا لحضراتكم، شكرا لدعمكم لينا، شكرا. انا الحقيقه شاشه صباح دريم في قلبي بحبها جدا، يعني الشاشه دي بالجمهور ده، بالمشاهدين دول اللي بيتابعونا، اللي بيتصلوا بينا الصبح، اللي بيتكلموا يصبحوا علينا. لما مواطنه مصريه جميله تتكلم تقول لي انا مش عايزه حاجه، مش عايزه اعمل مشاركه في الفقره، انا بس بتكلم ادعي لك واقول لك ربنا يكرمكم، انا دي بالنسبه لي تسوى الدنيا وما فيها الحقيقه. المشاعر الطيبه الجميله والجمهور المحترم الجميل ده، جمهور صباح دريم بالنسبه لي انا ريقي ناشف مش عارفه اتكلم، بالنسبه لي يعني جمهور عظيم. ادانا سبورت، ادانا مساعده، ادانا مسانده، وقف معانا. حتى التعليقات اللي فيها نقد او فيها لا انتم المفروض تعملوا ده احسن وده احسن، وليه بتناقشوا الموضوع ده بالطريقه دي، دي كلها كانت بتفيدنا وكنا بنهتم بيها. يعلم الله سبحانه وتعالى قد ايه اجتهدنا وقد ايه كنا طول الوقت حريصين انه المعلومه الصحيحه هي التي تقدم للساده المشاهدين. لا نجامل ولا نسعى الى فكره السبق ان احنا يبقى مجرد معانا الخبر لاول مره بيتقال، بقدر اهتمامنا انه يعني نقدم الحاجه الصح والمعلومه الصح. مره ثانيه عايزه اقول لكم الف مليون شكر جمهور صباح دريم. انا هكون معاكم ان شاء الله على شاشه دريم، بس في مساء دريم، ده اسم البرنامج الجديد، مساء دريم ان شاء الله يقدم على شاشه قناه دريم. بس يا استاذ هاني خليني بقى اخد دلوقتي حضرتك دي، انت متخيل انا قد ايه مرتبكه والمشاعر متلخبطه. انا بحب صباح دريم جدا الحقيقه، بحب البرنامج ده وبحب الجمهور اللي كان بيكلمنا كل يوم وبحب التفاعل ده. خلينا اهني حضرتك واهني البرنامج الجديد كمان مساء دريم بيكي، واقول ان البرنامج صباح دريم بوجودكم كان بيقدم إعلام موضوعي وإعلام محترم مهني. إحنا كمستشارين إعلاميين ومتحدثين رسميين عندنا طبعا زي ما أنتوا عندكم رأي في المتحدثين الرسميين وفي المستشارين الإعلاميين وتواصلهم معاكم، إحنا كمان عندنا رأي في البرامج ومقدمين البرامج وفريق الإعداد. أنتوا برنامجكم كان برامج المحترمة اللي بيلقى احترام الجميع، عندكم فكرة، عندكم عمق، عندكم متابعة، عندكم خدمة الناس، دي على الدرجة الأولى. ويمكن ده كان إلحاح على خدمة الناس، وده حتى إذا كان بيمثل لبعضنا انه ضغط عليه، ولكن كلنا كنا بنبقى مبسوطين لان بنلاقي رد الفعل سواء عند المواطن او عندكم رد فعل ايجابي. رقم ثلاثة انه حتى لو كنتم بتنتقدونا كوزاره مش كمسؤول، وده كان بيحصل كتير، كان بيبقى انتقاد بناء بتقولوا بتسمحوا لنا وتدونا فرصه ان احنا نرد، وده حصل كتير معانا شخصيا. طبعا كان الايجابيات اكثر الحمد لله وشكرا اكثر، بس في الوقت اللي انتقدت فيها الوزاره او ادائنا كلنا كنت بتدونا فرصه ان احنا نرد، وده الاعلام اللي احنا بنطلبه كلنا. اشكرك على كلمات الرقيقه دي يا استاذ هاني، بشكرك جزيل الشكر الحقيقه، وحضرتك عارف معزتك عندنا، وانت كمان بشكرك لانك في الحقيقه من الناس المسؤولين في الوزارات اللي عمرهم ما تاخروا علينا الحقيقه، لا بمد المعلومه ولا بتقديم المساعده للناس اللي بتتكلم، فانا كمان بشكرك جزيل الشكر. مش هطول على حضراتكم اكتر من كده، يعني كنت سعيده وتشرفت بالعمل سنتين كاملين في صباح دريم. اتمنى كل حلقه تكون قدمناها وكل موضوع نكون طرحناه كان يكون فيه الافاده والمعلومه الدقيقه. بشكر جدا دكتور محمد خضر رئيس قناه دريم على ترشيحه ليا واصراره ان انا اكون موجوده في برنامج مسائي جديد. يعني برنامج ان شاء الله يكون كمان مختلف، ان شاء الله يكون متميز. والحقيقه الطلب الوحيد اللي طلبته من دكتور خضر، يعني لما كلمني على البرنامج المسائي الجديد، الطلب الوحيد اللي طلبته منه، ما طلبتش اي حاجه، قلت له بس ليا طلب عندك، الشق الخدمي اللي ربطني بالجمهور انا عايزاه يكون معايا في البرنامج المسائي. والحقيقه هو وافق جدا وشجع الفكره دي وقال لي هيبقى موجود ان شاء الله ونركز فيه. كل قضايانا الصحه، التموين، التعليم، الـ 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 الاسكان، كل القضايا اللي بتمس قوي المشاهدين، بتمس حياتنا اليوميه دي ان شاء الله هتكون جزء اساسي معايا في البرنامج الجديد ان شاء الله. لا مش هقطع عليكم، انتوا صباح دريم واحنا مساء دريم، بس هيبقى في تنافس حلو على فكره. صح مصار بيقول لي هتقطعي علينا، يعني كلمه صغيره بس تقفلي عشان ياكد الكلام اللي انا كنت بقوله، ان صباح دريم مع الاستاذه منى وفريق العمل بالكامل. انا كنت قافل الموبايل طول الحلقه لسه فاتحه حالا، فلقيت دلوقتي على الواتساب كل ارقام الساده المتصلين واسمائهم من الله. فريق الاعداد الله. فانا اولا بشكرهم وانا هحولها للمسؤولين دلوقتي عشان يتواصلوا معاهم. الله يخليك، وده هو البرنامج يا جماعه اللي عمله سمعه، تواصلوا مع الناس واصراروا على خدمه المواطنين. انا بشكرك، بشكر فريق الاعداد. انا فريق الاعداد بقى، فريق الاعداد يعني احمد صقر، هقولها بصوره كامله كده عشان مش عايزه اتكلم كتير. احمد صقر اخويا الكبير ايوه اكبر مني بكثير بحبه حلوين. احمد انا بشكرك جدا، اشتغلنا مع بعض بدقه، اشتغلنا مع بعض بمهنيه واحتراف.
حتى فترات الأبس أند داونز اللي بتحصل ده طبيعي لأنها كانت بتحصل، مفروض أنها تحصل في أي مكان، أي مجال عمل، أي ناس بتشتغل مع بعض في ما بينهم اختلافات، لكن في النهاية طول الوقت كان في ما بيننا احترام وتفاهم لأقصى درجة. بسارة محي بشكرك جدا يا سارة بروديوسر صباح دريم، تعبتي معايا وانا عارفه كلكم تعبتوا معايا، انا يمكن دقيقه بزياده شويه وعندي حته التفاصيل دي بتؤلمني بقعد اسال فيها لدرجه احيانا ممكن تتعب الناس اللي بتشتغل معاك، لكن هم كمان الحقيقه لان هم ناس بروفيشنال ومهنيين فده كان بيسعدهم، بيتعبهم بس بيسعدهم الحقيقه، وكانوا بيقولوا لي الكلام ده طول الوقت. كامل شاهين المخرج بشكرك يا كامل جدا، كل كرو صباح دريم، كل فريق الاعداد، كل زمايلي مساعدين الاخراج، كل زمايلي المصورين. انا البلاتو ده هيوحشني، بلاتو صباح دريم ده هيوحشني، يعني حتى على قد ما هو بسيط ومتواضع لكن بجد هيوحشني. قضيت فيه سنتين كاملين يوميا، كنت 5 أيام في الاسبوع بطل على حضراتكم بصدق وبحب. اللي اقدر اوعدكم بيه انه ان شاء الله باذن الله هذه المشاعر وهذا الاصرار وباذن الله هذه المهنيه وهذه الموضوعيه هتنتقل معايا لبرنامجي المسائي مساء دريم، ان شاء الله هيبدا الخميس 1 فبراير 2018 لو لينا عمر، تكون بدايه الانطلاقه، برنامج جديد، برنامج متميز ان شاء الله، متابعه مهمه لابرز القضايا ولاهم القضايا مع الشق الخدمي اللي احنا اتفقنا عليه مع بعض. بشكركم جزيل الشكر، بشكر كل زمايلي المراسلين، وبشكر الحقيقه كمان زمايلي اللي كانوا معانا في صباح دريم، بداوا معانا من يناير 2016 الشكل الجديد للبرنامج، ثم تركوا صباح دريم أو تركوا القناة راحوا لفرص تانية. بشكركم جميعا ويا رب كل الخير ليكم، هيفضل صباح دريم واخد جزء كبير في قلبي. وحننتقل دلوقتي للتلفزيون المصري لمتابعة فعاليات الاحتفال بالعيد 66 لاحتفالات الشرطة مع الرئيس، لكن في آخر طلة ليا معاكم في صباح دريم هقول الدعاء ربما الأقرب إلى قلبي اللي أنا كتير بطلع الصبح أقوله، سواء كنا في صباح دريم أو مساء دريم، سواء كنا في أي مكان، دائما وأبدا نقول اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.